وقبل ما نبدا ما تنسوش بقى تدعمونا بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، وطبعا ما تنساش اللايك والشير. حلو الكلام يا جماعه. استاذ محمد، محمد اتفضل يا استاذ محمد. محمد النهارده ان شاء الله هنلعب تحديات مع بعض. طيب نشوف التعليقات برضو عشان نشوف مين معانا. لحظه واحده يا شباب، لحظه واحده، لحظه واحده. طيب نلعب، نرد على النقل الأول. تحياتي للجميع يا أساتذة. أهلا بيك يا أستاذ فنجري، تحياتي ليك. تحياتي ليك يا أستاذ. طيب بدأت ال فيلك الجميل، حصانك الجميل. ماشي، البيتر ده كده سهل ان انا هاجمه دلوقتي عشان ملوش بادئ تدعمه، فممكن تلعب النقله دي هتبقى نقله كويسه جدا. اكل بدأ في بدأ، ولو كان اكل بالفيل عادي، لا بدأ في بدأ عشان اضعف البيضه ده بعد كده. عندي بقى نقله حصان جيده، نقله حصان بتنبو. استاذ سيف تحياتي ليك. كلام جميل. ترجع هنا، ممكن ارجع فين؟ فين الحصان مش حلوه؟ هيرجع لا ارجع بالفيل هنا عشان اجي النقله دي، عشان اضغط على البيضه ده فيما بعد يعني. عادي جدا، انا عاوز البيضه دلوقتي. احمل الفيل، عاوز حصان في بيضة. طيب حصان في بيضة يخبرها هاكل عادي. خد قطعة، لا ما يدلوش النقلة دي. ماشي العب نقلة حصان، عاوز اجيب الحصان هنا عشان تضغط على الفيل ده. أستاذ سعيد هاشم تحياتي ليك. يا أستاذ سيد هاشم تحياتي ليك. لو عاوزين يا جماعة بطولة اكتبوا لي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ مشعل. لو حابين نعمل بطولة على السريع كده مفيش مشكلة، اكتبوا لي وأنا إن شاء الله هنفذ لكم اللي أنتوا عاوزينه. أنا قلت إيه عشان إيه، يعني يوم مثلا تحدي، يوم مسابقة، يوم درس، أنا عاوز أمشيها كده يعني، واللي أنتوا عاوزينه برضه. لا هلع الحصان، هات الفيل، وعاوز بقى كده بعيد. ماشي، ما هو كده كده ده ما بيتشالش. كان عندي حصان في بيضة كمان اقوى من النقلة دي. طبعا فكرة أستاذ محمد إن هو يمنع الأسود من التبيد، ولكن هتبقى فكرة مؤقتة يعني. خلاص حصان في فيل كويسة. حصان في فيل كويسة. حصان في الحصان دوت عشان آكل فيل في بيضة بعد كده. حصان في بيضة تاكل، اكل بالحصان.
طيب اشوف الاصدقاء ايه. تحياتي ليكم جميعا. بطولة احلى، ماشي نظام عادي موافي، بس تكون 7 جولات اكيد عاوزين بطولة. استاذ عبد الله علي، اهلا بحضرتك يا استاذ عبد الله. Check. طيب خليها يوم ويوم، ماشي عشان التحدي تذكرني. عاوزين بطولة سويسري حالا، جميلة ماشي. طيب بصوا يا جماعة، عشان يبقى فيه يعني زي أستاذ عراق شيس بلاي، أهلا بحضرتك يا أستاذ. أستاذ علي تقريبا صاحب قناة عراق شيس بلاير، أهلا بحضرتك يا أستاذ، تحياتي ليك يا أستاذ. بطولة، طيب خلاص احنا كده هنعمل بطولة بعد الماتش ده يا جماعة، هنعمل بطولة. اكتبوا لي بقى عاوزينها كام، 3-2 ولا 3 من غير زيادة ولا 5-3، وعاوزينها كام جولة، اكتبوا لي بقى اللي انتوا عاوزينه. خلاص نبدأ بطولة مفيش مشكلة، اكتبوا لي بس ايه المدة بتاعت البطولة، عاوزينها مثلا مدتها ساعة، والجولات كام جولة، وعدد ال والوقت بتاعها لغاية ما اخلص الدور ده. اكتب بالوزير. ده كلام جميل. طيب يا حاج، لا ارجع بالفيل، انا عندي بيت عادي، بس الفيل انا عندي جامد صراحة، الفيل ده لا يؤكل، يرجع شوية هنا مش مشكلة مؤقتا، وبعد كده امشي الحصان. لا مشي الحصان، مشي يا عم الحصان من هنا. بعد كده اجيب الحصان في المربع الذهبي ده. ده مهم جدا يعني. 7 جولات و3-2. طيب تمام. والمدة 60، حلو قوي. ايش هلعب دي؟ زي ما اتفقنا، وعاوز اجيب بقى الوزير في المربع ده، ابقى طالب المات وطالب البيضه، بس هو خلاص منع الفكره دي. حلوه زقه البيضه دي، جيده جيده. طيب لا ديت انا اعمل ايه بقى؟ العب امنع ديت، امنع الفكره بتاعت الحصان. خد بالك انا عندي كمان فكره تانية، عاوز بقى اجيب الوزير هنا، اقول له هات حصانك وهات المات، لازم الطلب بتاعك يبقى طلب مزدوج يعني. لا دي كده وحشه، هات بقى، هات المات وهات الحصان، دي الفكره بتاعتك. لا بص اهو كش مات. جود بلاي جود بلاي. طبعا يا جماعه نرجع النقله دي، بس انا عاوز اقول حاجه في مساله الهجوم. لو هجومك مباشر، بمعنى ان انت تجيب الوزير هنا وتقول له هات مات، هو اوتوماتيك ايه؟ مهما كان المستوى الخصم اللي قصادك يعني، اوتوماتيك ان هو هيدافع عن البيدق ده، ويبقى شايف هجومك ان انت بتهاجم البيدق الضعيف ده، وطبيعي ان هو هيدافع. اما لما يكون هجومك مبني على تعدديه الاهداف، لا القصه بتختلف. انا طبعا لما بلعب الوزير هنا انا بقول له هات حصان، وفي نفس اللحظه بقول له هات كش مات، فلازم الهجوم بتاعك ما يبقاش هجوم مباشر، ما يبقاش هجوم واضح، لازم هجوم مخفي. دي معلومة مهمة جدا، الجراند ماستر بيلعب بالفكرة دي، فكرة ان هو الهجوم المباشر على حاجة معينة ما بيعملوش ابدا، بيتملي بيعمل الهجوم بتاعه على كذا هدف، على مربع يحتله، ممكن مثلا يلعب على ان هو يحتل مربع مثلا، او يلعب ان هو يطلب قطعة ويدي مات، او يلعب ان هو يهدد قطعه، او يهدد مثلا اضعاف في الباك رانك مثلا، او يعمل اضعاف للخصم، ايا كان الاهداف يعني. طبعا في اهداف تكتيكيه كتير، بس انا بقول لك الفكره بشكل عام. حلو الكلام، حلو الكلام.
طيب اشوف الردود بتاعتكم ايه. استاذ هارون تحياتي ليك. ممكن لا احنا النهارده بقى هنعملها ان شاء الله سويسري 3-2. ادوني بس لحظه عقبال ما اعمل البطوله. لحظه واحده يا جماعه. بس بقى ما تنسوناش بقى، وانتوا يعني في اللحظه دي اللايكات بقى يا جماعه، واي تعليق محفز حتى نستمر، ولا تنسونا طبعا من صالح الدعاء. لحظه واحده. ازاي بقى نعمل مسابقه؟ برضو عشان اللي عاوز ياكد المعلومه، اول حاجه بتعمل بلاي، بتخش على حاجه اسمها سويس تورنمنت، دوس عليها، تنزل تحت هتلاقي فيه حاجه اسمها جوين اند كرييت اتيم، دوس عليها. طبعا عشان تعمل البطوله دي يشترط ان انت تكون عامل فريق على موقع لايشيس، فانا طبعا عامل فريق قناه كل ما يخص الشطرنج، هدوس عليه. وبعد كده هنزل تحت على ايدي الشمال هتلاقي في حاجه اسمها سويس تورنمنتس، هدوس عليها. هنا بقى هعمل، هنا خلاص جاب لي الليسته نيو سويس تورنمنت، هبدا اكتب بقى ايه اسم البطوله، كل ما اخش الشطرنج سويسري 7 جولات ريتد 3 دقايق ودقيقتين زي ما طلبته. هنا بنكتب الثلاث دقايق وهنا بنكتب دقيقتين، وطبعا الفيريانت دي معناها انواع الشطرنج اللي موجوده على الموقع، فانت بتخليها ستاندرد. ستارت بوزيشن زي ما اتفقنا يا جماعه ان انت تحط موقف معين وتبدا بيه، ودي ان شاء الله هنستخدمها واحنا بنتعلم اللاينات. يعني اما نيجي نتمرن مثلا على الدفاع الفرنسي ونعمل بطوله مثلا على الدفاع الفرنسي، فهنحط لاين نبدا منه بحيث ان احنا الدوره كلها تتلعب على لاين واحد او افتتاح واحد، ودي طبعا هتدينا قوه جدا في تعلم الافتتاحيات. طبعا ده تورنمنت ديسكريبشن، وصف البطوله، ممكن تكتب اي حاجه هنا، وطبعا دي اختياريه يعني. بعد كده المسافه ما بين الجوله والجوله، مثلا انا بعملها 5 ثواني دي اقل حاجه. وهنا الوقت يا جماعه بقى، هنا القصه كلها في الوقت، هنا التركايه في القصه دي كلها. هنا بتحدد الوقت، طبعا هنا عامل 6/1/2021 و1/26. طيب انا ممكن ازودها بقى ايه، هو مديني وقتي 1/26، لا انا خليها مثلا ايه، احنا دلوقتي 17 دقيقة، لا خلينا مثلا ايه و30، خلي دي 30. الوقت يا جماعة اللي هو ده الواحد والتلاتين دولت، واللي فوق التاريخ. كلام جميل، كلام جميل. بعد كده ان شات خليها نو شات عشان ما فيش حد يعمل شات. هنا لو عاوز تعمل باسورد ممكن تعمل باسورد عادي جدا. طبعا ريت جيمد مينيمم ريت جيد ريتد جيمد، يعني اقل ريت ممكن مينيمم ريتد جيمد، يعني انت مثلا البطوله دي مثلا هنقول فيها 100 ماتش، انت عاوز كم ماتش منها يبقى تحت اشراف الريت ريتد جيمد. طبعا هنقول نو ريستريكشن عشان تبقى كلها ريت جيم. نفس الكلام مينيمم انت عاوزها، عاوز اقل ريت يخش في المسابقه كام، ممكن تخليها مثلا 100، وممكن تعمل نو ريستريكشن يعني كل الريتات تدخل في المسابقه دي. نفس الكلام في الميكسيمم، لو انت خليتها 2200 مثلا اعلى حاجه، يعني انت عاوز كل اللي يخش ما يزيدش عن 2200، دي الفكره ببساطه. بعد كده تقول كرييت كده بعد 11 دقيقة يا جماعة، اعملوا بقى جوين، هبعت لكم الرابط دلوقتي حالا. كنترول سي، يا رب تكونوا يعني عرفتوا الطريقة، أنا نزلت فيديو كمان للشرح للفكرة دي على الشات يا جماعة، الرابط على الشات، رابط البطولة، البطولة أو المسابقة، ويا ريت تشيروا بقى، اللي يقدر يشير يشير، وده فضلا وليس أمرا. ده رابط المسابقة يا جماعة،
وعلى فكرة انا عامل قناة على التويتش، يعني اللي عنده حساب على تويتش ممكن يتابعني برضو من على تويتش. انا من هواة هل المشاركات في البطولات الوطنية والدولية يجب ان تنتمي لنادي اولا؟ لا طبعا يا جماعة، البطولات الرسمية اللي بيعلنها الاتحاد الشطرنجي في اي دولة دي بتبقى بطولات مفتوحة، اي حد ممكن يشترك فيها حتى لو معهوش ريد، دي طبيعي يعني. كلام جميل، كلام جميل. الوقت البث متأخر، انا معلش يا استاذ مشاري، يعني استحملوني في موضوع المواعيد، يعني انا باجي متأخر اصلا من الشغل فما فيش وقت عندي، فآسف يعني. ان شاء الله نحاول نحاول نظبط بعد كده الموضوع البث ده. طيب تعالوا نرجع تاني لصفحتنا. المهم بقى ما تنسوناش من اللايك والشير، ولا تنسونا من صالح الدعاء. ناقص يا جماعة 9 دقايق كده، 24. جيد جدا، يا ريت احنا عاوزين نوصل على الأقل 50 عشان البطولة يعني نستفاد منها. تحياتي طبعا لكل اللي معايا دلوقتي يا جماعة. برضو في نقطة تانية، برضو عشان لو حد حب يعدل، انت مثلا عاوز تعدل في عاوز تزود الوقت مثلا، او عاوز تعدل في الدورة بشكل عام، تغير اسمها، تغير تاريخها، تغير وقتها. شايف العرسة اللي هي سويس وعليها العلامة الزرقاء دي؟ بتدوس عليها ومن خلالها بتقدر تعمل الكلام دوت، تقدر تعدل مثلا تخليها 9 جولات، وتعدل الاسم لو حابب، وتكتب كل اللي انت عاوزه يعني. وعاوز تعدل التاريخ برضو تعدل التاريخ. اهم حاجة في القصة دي يا جماعة الوقت والتاريخ، الوقت اللي هو ده والتاريخ، عشان انت لو عملتها اوتوماتيك من غير ما تستخدم الوقت مش هتعرف تلعبها. ودي كانت اول عقبة كانت قدامي وانا بعمل البطولة ديت، كل ما اجي اعملها يديني وقت كده عشوائي، يقول لي قدامك ربع ساعة، قدامك 5 دقايق، فما كنتش عارف اظبطها. اما تخش على الوقت انت بتظبط بقى الكلام ده، بتظبط التاريخ وبتظبط الوقت. يعني انت لو عاوز تعمل بتعلن مثلا عن مسابقه قبلها بيومين ثلاثه، ممكن تعملها بالطريقه دي عادي جدا. تقول مثلا ايه البطوله الجايه مثلا يوم 10/1 الساعه 5، بتحددها وهي بتتسجل اوتوماتيك في الموقع، ووقت الميعاد اوتوماتيك هي بتشتغل. حلو الكلام، حلو الكلام. واي حاجه بتعملها بتقول سيف بقى. ما عملناش مدة ال ما عملناش مدة ال تعالوا احنا ما قلناش مدة ال مدة ال السويسري ملوش مدة يا جماعة، عشان احنا بنتعامل بالجولات. احنا عاملين 9 جولات، يبقى ال9 جولات هيخلصوا وقت ما يخلصوا بقى، يخلصوا في ساعة، يخلصوا في نص ساعة، الكلام ده. اما لو بتلعب بطولة تانية غير السويسري لازم تحدد الوقت. كلام جميل، كلام جميل. تعالوا نرجع تاني للمسابقة. ناقص 7 دقايق يا جماعة و35، عاوزين 50 أقل حاجة، عاوزين 50. يا ريت تشيروا يا جماعة الكلام ده ونشوف الأصدقاء أخبارهم. نرجع تاني للبلاي. ما تنسوناش يا جماعة من اللايك والشير. الله يكرمك يا استاذ ابو المجد، تحياتي ليك يا استاذ باسم. رابط البطوله يا جماعه انا هديهولكوا تاني اهو، عشات يا جماعه، رابط البطوله عشات. الرابط، طب حد يثبته يا جماعه عندكم؟ لحظة واحدة أحاول أثبته عندي هنا. المفروض هو مثبت يعني، يعني تقريبا هو مثبت يعني. 9 جولات يا جماعة البطولة، 9 جولات عشان نستمتع باللعب.
يا استاذ فور فن، شارك عادي في البطوله، العب كام ماتش كده مفيش مشكله. تحياتي للاستاذ خالد واستاذ حسين. يا استاذ انا من 3 اسابيع لعبت شطرنج وتخيل، ثم اعمل ايه؟ اول شيء حتى ارفع مستواي. اول حاجه يا استاذ حسين، اي حد يا جماعه عاوز يحسن مستواه هيعمل 3 حاجات مع بعض: يلعب شطرنج، ويدرس شطرنج، ويحلل مباريات. هم دولت ال3 وسائل اللي يساعدوك على تحسين مستواك. طيب مبدئيا عشان تدرس شطرنج لازم تذاكر حاجتين، اول حاجه التكتيك والاستراتيجيه. هتلاقي يا استاذ حسين عندي في القناه كورس التكتيك وكورس الاستراتيجيه، ابدا بمذاكرتهم الاول قبل اي شيء. كلام جميل، كلام جميل. وكلمني بعد كده قول لي انت وصلت لفين. احلى واجمل لايك يا استاذ صديق، تحياتي ليك يا استاذ صديق، تحياتي ليك يا استاذ صديق. كلام جميل جدا جدا جدا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ علي. تعال نشوف بس الدوره هتبدا امتى، بلا قد ايه كده، ولا ناقص 4 دقايق يا جماعه. احنا كده وصلنا ل 45، 46 عال، عاوزين 4 كمان. وطبعا انا مش هقول بقى موضوع الغش والمحركات والكلام ده يا جماعه، خلاص احنا بنتعلم، ما نزعلش من الخساره. انا اول واحد فيكم بتروق يعني عادي بالنسبه لي، ما بزعلش وما بخسر، انا بتعلم من اخطائي. فكلنا لازم نبقى نتحلى بهذه الروح عشان مستوانا يزداد يعني. تحياتي استاذ عمار، تحياتي يا استاذ عمار. استاذ عمار يا جماعه من قناه عراق شيس، تحياتي ليه وتحياتي باهل العراق الافاضل. يلا ناقص 4 عشان نوصل لل50. طيب هعمل عشان ما حدش يبعت لي تحديات، لا بس اعمل كوبي كوبي بس الاول، الغي التحديات مؤقتا بس. لحظه واحده يا استاذ، التحديات مؤقتا نبر دلوقتي بعد كده كنترول في ارجع تاني. ناقص 2 يا شباب، 50. عاش يا ابطال، عاش يا ابطال. 51 تمام. طيب اللايكات فين يا جماعه؟ اين لايكاتكم؟ من غشنا فليس منا. استاذ محمد مش عارف ايه مكتوب ايه، ناقص 2 عاش. الالفينات ما شاء الله، انا كده عاوزين بطوله جامده يا جماعه عشان تبقى بطوله قويه. ويا جماعه زي ما قلت لكم اللي بيغش انا بيجي لي رساله انا وريتها لكم امبارح، ف يعني اللي هيغش هقول بعد كده في البسات اللي جايه مين اللي غش، فبراحتكم بقى او براحه اللي هيغش يعني. 53. لو عاوزين نزود 5 دقايق كمان في الوقت عشان ندخل اكبر قدر ممكن قولوا لي، اكتبوا لي في التعليق. معانا ما شاء الله استاذ ابو كدور 2400، بسم الله ما شاء الله. تحياتي ليك طبعا، وتحياتي لكل الاساتذه اللي موجودين، واستاذ عمار تحياتي ليه صاحب قناه عراق شيس. معلش انا اسف يا استاذ عمار مش حافظ اسم القناه يعني. ماشي اشوف انتوا كتبتوا ايه، ازود الوقت ولا لا. سليمان بكر تحياتي ليك يا سليمان. لا بلاش، ماشي خلاص. استاذ حازم تحياتي ليك. ستة واربعين ثانية، ستة واربعون ثانية،
ربنا وفقنا بقى، عاوزين ناخد الاول بقى يا جدعان. ماشي 27 ثانية، 56 لاعب، كويس. اللي يقدر يا جماعة، اللي بيتفرج يا جماعة ومش هيشارك يا ريت يشير دلوقتي الفيديو، وهذا فضلا وليس امرا. وطبعا ما تنساش بقى اللايك والشير. 11 ثانية يا جماعة تقريبا. انا هلعب استاذ حمادة، هما بياخدوها كده بالترتيب. بدأنا. Ready. اهلا بيك يا استاذ طلال، تحياتي ليك. هات البيضك الجميل اللذيذ، كل البيض طبعا. الاكل حلوه بيفتح لي الفيل، ده كلام كبير. العب حصان، بنتشر بقطعه وبعد كده اجيب الفيل على المربع ده. لا كده، لا اقول لك حاجه، تلعب النقله دي على الهادي يعني. عاوز اجيب الفيل في المربع الذهبي ده. ماشي، كلام كبير محتاج دراسة. طيب كش، تشيك. كش دي مهمة ليه؟ عشان نرجع بالفيل أو بالوزير. بعد كده بيت. حلو الكلام ده، حلو الكلام ده. طيب انت لعبت ايه كده بقى؟ خلاص العب بقى الفيل، عاوز الحصان ده. وبعد كده تبيت. طبعا الفيل ده قطعة منتشرة ولها فعالية على معسكر الخصم. الفيل ده قطعة منتشرة ولها فعالية على معسكر الخصم، فلا تكتفي بانتشار قطعة، ولكن حاول تخلي قطعك لها فعالية على معسكر الخصم. يعني الحصان ده منتشر وليس له فعالية على معسكر الخصم. الفيل الأبيض، الفيلين بتوع الأبيض لهم فعالية. الفيل ده كده مأثر على معسكر الخصم، والفيل الأسود رابط الحصان. طيب لعب ايه؟ عاوز يبيت. بص الاستاذ عاوز يبيت طويل. لا طبعا هلعب ايه بقى؟ خد بالك هنا في في الفحصان، عندي في الفحصان وعندي بيت. ماشي الفيل الأول تكسب نقلة، ياكل تاكل بالوزير. كلام جميل، كلام جميل. طيب هنا تلعب انت تبيت، هنا تلعب الحصان، مفيش مشكلة برضه. لو بيت طويل هتبيت انت كمان طويل، عندكش مشاكل. ليس لديك مشاكل.
في الفحصان جيدة. في الفحصان عملت اضعاف في البون ستراكشر. امشي بالوزير بقى، عاوز تلعب النقلة دي. عاوز يكسر الفيل؟ لا كسر الفيل، انا ما بكسرش. اكل بالوزير، انشر الوزير في المربع الجيد ده. طبعا ما كانش ينفع ان انا بايت في جناح الملك. ليه بقى؟ عشان كل قطعه كانت منشله على الاتجاه ده. طبعا هو طالب بيه ده. لا امشي بال، امشي بالملك عادي، احمل بيه ده ومفيش اي مشكله عندي. طيب هات فيلك، وعاوز الزقه دي. اكل بالوزير لو كانت. بيضة أربعة مهمة، عاوز أزق النقلة دي. كانت أكل بالوزير وهو طالب بيضة. خلاص كده، كده أقول له شكرا، شكرا على تعاونكم معنا. كده الفيل ده ملوش مربعات بعد كده. عاوز اجيب الفيل هنا والوزير مكانه. النقلة دي، ما هذه النقلة؟ لا هات وزير دي عشان امنع الفيل من وجوده هنا. ماشي، تاخد الفايل الوحيد. لا ارجع بالفيل، عاوز تجيب الوزير هنا. Check. هاكو بالرخ. طالبة ايه يا حاج؟ Time is running out. طالبة ايه؟ لا بدأ في بدأ. حصان في فيل. ماشي، كلام جميل، كلام جميل جدا جدا جدا. خد الفايل، عاوز الكش دي. لا كش دي مات ولا ايه؟ كش كده حاج، تشيك. نشوف الكلام بس، نشوف الكلام. كش مات دي يا حاج. تشيك بونس ده اضعاف في البونس ستراكشر، في الويكنس. تشيك جود بلاي، جود بلاي، جود بلاي، جود بلاي. تعال نشوف الاصدقاء ايه. 6 جواب بتلاقوا دلوقتي. ماشي اشوف بس الاصدقاء يا جماعه، معلش لو حد بيكلمني ولا حاجه. ماشي يا استاذ، انا والله سالت يا استاذ اياد قبل ما مبدا المسابقه، كلهم اجمعوا على المسابقه. استاذ احمد سليمان تحياتي ليك. تحياتي ليك. طيب نتفرج على الادوار اللي بتتلعب. استاذ عمار تحياتي ليك يا استاذ عمار. انا سعيد. لا زيد بيزي ممنوع. ماشي نلت الفيل دي. Check. حط الفيل هنا بقى او هنا. هنا احسن. بطة، لو على الوضع ده يبقى بطة. Check. هياكل.
عصام في فيل يا عم. في ايه عصام في فيل دي؟ ارجع يا عم. باطه كده ترو ماشي ناقص كده جولتين كش مات كده في واحد جود بلاي جود بلاي تشيك بعديه كش كش كنت كان عنده كش على طول وياخد الفيل تشيك خد الفيل بقى حاج هذه البادئ الجميله تشيك 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 عندك تشيك حسين كده باطه هيبقى باطه كده يا راجل يا راجل جود بلاي يا استاذ حسين جولة الثانيه ريدي ماشي ماشي يا أستاذ كلامك جميل لا احمي عاوز اجيب بقى الحصان هنا ماشي هات الحصان وبعد كده بعيد مهم الكلام ده ماشي التبيت مهم لا دي مش حلوة بدأ في بدأ بعد كده زق تاكل بإيه؟ ممكن اكل بالحصان على فكرة وممكن ادعم البيت انا لا ادعم السنتر عندي احسن تدعيم السنتر عندي كمان فايل اتفتح اهو وتر اهو ازق بقى بص خدوا بالكم بقى بص الكلام ده زق بقى ده عاوز تلعب بيه كمان وعاوز تجيب الرخ هنا منورة حرف ال بالرخ لا الكلام ده كله احنا مأمنينه احسن تأمين عاوز تزق بقى الكلام ده خلاص كده اكون بالبيدة البيدة محمي البيضك محمي دعم بقى نقلتك واحدة واحدة دعم نقلتك واحدة واحدة ما تهجمش ده انا عندي زقة على طول حلوة بس اتقل شوية اتقل على الزقة لغاية ما تهيئ كل قطعك للهجوم عاوز اجيب الفيل هنا كمان بص عاوز اكل الفيل الفيل ده لا يؤكل الفيل ده لا يؤكل ترجع فين الفيل يروح فين احسن مربع ليه يجي في المربع ده عندكش اي مشاكل هنا سيبه ياكل برضه ياكل تاكل بالبيضة وعند الزقة الزقة مش هتبقى حلوة الزقة لن تكون جيدة لو زيت على الحصان دلوقتي الحصان ما عندوش الا الرجوع خد بالك قول لي موف لا شغل فيلك شغل فيلك شغل فيلك يا حاج
بياكل تاكو بالبيتزا. ماشي، هو ده اللي احنا عاوزينه. نفتح لعب، عاوز بقى الزقة دي وعاوز الزقة دي. عاوز الرخ. كلام جميل جدا جدا جدا. لا هلعب رخ هنا. طالب البدء ده بطريقة غير مباشرة يا جماعة زي ما احنا اتفقنا. الزقة دي هتبقى جامدة بقى بعد كده. هياكل اديله كش. وعندي وزير في بيتها ببساطة خالص يعني. طالب ايه؟ لا حصان في بيتها. عاوز المربع الذهبي ده. دي سيئة دي يا أستاذ، دي هاكل بكش. Check. Victory. جود بلاي جود بلاي يا استاذ رجاء. طيب نشوف الاصدقاء قبل ما ايه من ما معنى الزقه في الشطرنج. ازق يعني ادفع البيدق الى الامام. استاذ دي اشرف تحياتي ليك. الرابط الرابط اهو يا استاذ، لحظه واحده هنقول لكم الرابط. كنترول سي. لحظة واحدة يا شباب. كنترول في. الرابط يا أستاذ هتلاقوه في في الشات. أستاذ منصف تحياتي ليك. أستاذ بكريني أسامة تحياتي ليك برضو. بيقول لي هنا ما افتتاحاتك، ما هي افتتاحاتك بالأبيض والأسود؟ هو انا بلعب فرنساوي بالاسود، وبلعب دفاع هند الملك بالاسود، وبالابيض بلعب بدأ وزير وبدأ ملك، وبلعب دفاع هجوم الملك. دي يعني الافتتاحات اللي انا بلعبها. كلام جميل كلام جميل. الافتتاح اهم ولا النهايات؟ لا النهايات طبعا اهم بكتير. وخد بالك انا معلومه انا سمعتها من الجراند ماستر استاذ باسم امين، قال لك لو انت الريت بتاعك اقل من 2000 لا تهتم، لا تهتم بالافتتاح اصلا، تركز على التكتيك والاستراتيجيه والنهايات والميدل جيم، دول اللي انت تركز عليهم قوي. لو انت بقى الريت بتاعك فوق ال 2000 يعني 2100 2200 يبقى لازم يكون عندك ريبورتوار لافتتاح معين تلعب بيه. دي الفكره. استاذ يوسف احمد تحياتي ليك، تحياتي ليكوا جميعا. تعالوا نتفرج بقى على الادوار اللي بتتلعب يا جماعه ونحللها برضو واحنا شغالين. خد حصان تشيك عادي، اغطي بالوزير عادي، اغطي بالوزير يا عم، اغطي بالوزير عادي، ايه المشكلة؟ كشكوش تشيك خلاص كده. ارجع تاني، عاوز الكش الجامدة دي. ايوه كده، انا احب اللي بيسلم فاهم الدور ما يطولش على الفاضي. شوف الدور دوت اللي شغال. استاذ سيف ده طالب مات في واحد. يا سلام على النقله دي، هات مات يا حاج. نقله ملهاش لازمه، نقله تعطيليه فقط. تشيك كش مات. خد بليه. تعال نشوف الاستاذ عزام بيلعب استاذ احمد جمال. تحياتي ليكم جميعا. ماشي غيره الجولة ال أستاذ عوض ما ماشي، بحب أوي الانسحابات السريعة دي. أنا السعد وأستاذ كومبو.
بتفكر في ايه؟ ليش هو بيفكر في ايه؟ انا عاوز افهم. عندك زق يا حاج، ده انت اوتوماتيك يفضل زق. ايه النقل ده؟ انا مش عارف استاذ كومبو ايه النقل ده. ليش؟ check اربط. تمام، مش تخلص من البيضة ده عشان تدي مات على طول. وزير طالب مات في واحد، خلاص check جود بلاي. اخر جولة، اخر ماتش في الجولة دي. استاذ هاني شوقي تحياتي ليك. ماشي، كلام جميل، كلام جميل. 5 ثواني وهتبدأ الجولة الثالثة. ريدي استاذ عمرو تحياتي ليك يا استاذ عمرو. ماشي، سكيلي سيسيليان هاتي حق. اما الفكره دي بدا في بيدك، هات حصانك لو لعب. ماشي، مشيت خلاص، لا ضرر ولا ضرار. ماشي، تبييت. امنع دي كمان زيك بالظبط، استراتيجية المنع، استراتيجية المنع. تفتح للفيل، تفتح للفيل، تفتح دي برضه عشان منفذ وعندك الفكرة دي بعد كده. ماشي يا حاج، ماليش دعوة بيك، عاوز يجي الحصان هنا عشان يجي في المربع الذهبي ده. طيب 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 بس انا العب النقله دي، خد بالك، خد بالك من الكلام ده اللي ممكن تلعبه هنا. عاوز يكسر الفيل، عاوز يكسر الفيل. هل تتركه يكسر الفيل؟ لا، تكسير الفيل مش حلو. ارجع بالفيل هنا، تاكل بالرخ عادي. الرخ دي انا هستفاد منها على الفايل ده بعد كده يعني، عادي جدا. عادي جدا جدا جدا. ماشي، دي مهمة عشان امنع كل افكار الابيض على الحصان. اخش بالملك مهم برضو، بس عاوز يجي خلاص انا كده منع الكلام ده. طيب ايه اللي ممكن تلعبه هنا بقى؟ ايه اللي ممكن تلعبه في الشكل ده؟ هلعب الحصان، عاوز ادعم نقلة بيضة F5. خد بالك عشان ايه وقتي كده وحش، وقتي وحش. ارجع بالحصان، عاوز البيدة، يحمي البيدة. مفيش الكلام ده، هات البيضة أربعة بقى، البيضة أربعة عشان نشغل بقى القطع كلها. أكون بالحصان، باكل بالحصان. لو كل خلاص هجومه اللي على جناح الملك راح، اكل بالبيضة. Check. عاوز ازق بقى،
ده الكلام اللي موجود في الشكل ده. ليه بيه؟ حلو النقلة دي، حلو صحيح يعني. طيب حلو النقلة دي جدا جدا جدا. طيب يا حاج، طالما انت ده طبعا الإضعاف اللي عندي، هات الفيل تاكل بالوزير، احمي ده كلام مظبوط، حلو قوي. هو كده مكسب ابيض، الشكل ده كده مكسب ابيض. هنحاول نركز بقى، نحاول نركز. طيب كده ما عندكش كاشات، اهم حاجه مفيش كاشات هنا. اه عندك كاش هنا. طيب نلعب دي، عشان نمنع الفكره بتاعت الوزير. رخ في رخ. Check. هات وزيرك. يا راجل. ادي. ادي يا عم. ايه الرخ ديت؟ ايه الهبل ده؟ اللي انا بعمله ده هبل. ماشي يا حاج، بعمله ده هبل. لا انا مش هكسر، انا عندي حاجة العبها عشان اكسر؟ ما عنديش حاجة العبها. لا يا حاج امشي. Check. ماشي تروح فين؟ Time is running عندك out. شبه دي. لعب سيء، لعب سيء. عاوز البيدق وهات الدنيا كلها، بيقول لي هات الدنيا كلها. لا ما انا احمي البيدق، ما الاقيهم. هات يا حاج، شغل حصانك ده بقى عشان كده. ماشي انت عاوز تكسر. احمي ما عنديش غيرها. ما عنديش غيرها. ارجع تاني. ارجع تاني، ما عنديش برضو غيرها. Check. ماشي يا حاج، Check. ارجع تاني. لازم ايه؟ موزي
ماشي. You جود lose. بلاي جود بلاي، مفيش وقت مفيش وقت للكلام ده. حط جود بلاي جود بلاي يا استاذ عمرو. لا لازم نركز يا جدعان، لازم نركز يا جدعان. انا اديته قطعه مش عارف ليه، اديته قطعه كده بالاونطه. طيب سلم على الناس بس الاول قبل اي شيء. فين الناس؟ ماشي يا استاذ اياد، هنعمل تحيات غدا ان شاء الله. كلام جميل جدا جدا جدا. تعال نشوف الاول مين. انا 96 لاعب ما شاء الله. ده بطه ده يا استاذ، الدور ده بطه يا جماعه يا جدعان. check check بطه ده اهو، هيفضل check من هنا للصبح. ماشي ready ده وزير سنايبر از ريال، القناص هو الحقيقي. انا مش عارف يعني ايه المعنى ده، او القناص هو البطل. تفضل يا استاذ سنايبر، تفضل يا استاذ سنايبر. طب ده اي فور بقى يا عم، اي فور. عاوز العب بقى النقله دي، ترتيب نقلات بس، الفرق كله في ترتيب النقلات. ترتيب النقلات عاوز يكسر، عاوز يكسر كسر. نحمي، نعزز الحماية ونلعب بعد كده اسيسري. لا بدأ في بدأ عشان تفتح عمود غير الزق على الحصان. تاكل بالحصان يا حاج، شكرا. حصان في حصان، تاكل بالفيل كده. العب الوزير هنا بقى، ابقى طالب القطعه دي. هو اخد فيلو القوي ده، لازم تتخلص من الفيلو القوي ده. مهم الكلام ده. بتلعب افتتاح انت مش مذاكره، او تدخل لاين انت مش عارفه، الخصم بياخد عليك تفوق رهيب. طبعا النقله دي مش حلوه، مش حلوه خالص. هات ليه انا طالب كش كده؟ لو كان حصان في بيدق حتى هديله كش واديله مات بعد كده في اتنين. ها بص غلي كش check في كش check victory غلطه. بص بلاندر واحد خسرك الدور. طيب نشوف الأصدقاء برضو بعد كل دور كده، نتكلم مع الناس، نبعت لهم تحياتي كده عشان ايه برضو، تحياتي لكم جميعا. استاذ محمد مش عارف هو كاتب ايه، كلام لازم في بعضه، وضح كلامك يا استاذ. في 38 مباراة شغالة دلوقتي. استاذ محمد اشرف، تحياتي ليك يا استاذ محمد.
شارك، حاول تشارك، شارك يا استاذ محمد. تحياتي ليكم جميعا. استاذ محمد عزام، تحياتي ليك يا استاذ محمد. طيب تعال نشوف الدنيا هنا ايه. انا عشان معلش بقى، معلش انا اسف طبعا على البثات المتاخره دي، طبعا انا بعتذر جدا للجميع يعني، فسامحوني، بس انا والله الشغل هو اللي بيخليني اعمل بس ده متاخر. الله يكرمك يا استاذ محمد، احنا 99 لاعب كده، عاوزينهم يبقوا 100. استاذ فادي تحياتي ليك يا استاذ فادي. رابط البطولة؟ حاضر، لحظة واحدة. كنترول سي، كنترول في، في يا راجل، تاني كنترول سي. حطه لك تاني اهو، كنترول في تاني. سؤال من محمد مسند بيقول لي فايده التبيت ايه؟ التبيت يا جماعه فيه فايدتين مهمين جدا. اول فايده ان انت بتامن الملك وبتبعده عن تهديدات الخصم، دي اول حاجه. الفايده الثانيه ان انت بتعبأ قطع اخرى بتدخلها اللعب معاك، اللي هي الرخ. الرخ لو انت ما بيتش الرخ هتفضل في وضعها الابتدائي سلبيه، ومش هتشارك معاك في المعركه اللي انت بتلعبها. اهلا بيك يا استاذ صلاح، تحياتي ليك. استاذ شادي تحياتي ليك برضه يا استاذ شادي. تعال نشوف احنا في الجوله الكام. واهلا باهلي سوريا الافاضل. فين ال اصل اللي جاي فين؟ 26 جوله. انا الحمد لله انا كسبت بسرعه. بخطأ فادح من الخصم اللي كنت بلعبه. واستاذ بيجو تحياتي ليك من المغرب. واهلا باهل المغرب الافاضل. استاذ عماد رسلان، عشان لسه البطوله بادئه دلوقتي يا استاذ عماد، لسه بادئه حالا، ممكن حضرتك تدخل برضو. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ عبد الله، تحياتي ليكم جميعا والله. استاذ هل تعرف قناه صاحب قناه كش ملك الخطيب؟ استاذ احمد الخطيب طبعا نار على العالم زي ما بيقولوا، طبعا من الناس المحترمه جدا، ولكن انا ما يعني ما لعبتش معاه ولا مره يعني، ويشرفني طبعا ان انا العب معاه او اعمل معاه بس مشترك. استاذ محمد ابن هشام تحياتي ليك حبيبي يا استاذ. استاذ فرعون اهلا باهل الجزائر. جوله سباقيه يا عم، الجوله دي حاميه قوي. طب انا ترتيبي كام في ال 104 لاعب ده؟ ترتيبي التاسع يعني، مقبوله شويه. يا رب بس يكرمنا ونحاول نوصل لترتيب كويس يعني. احنا طبعا هلعب على الاول باذن الله، يعني هنافس على الاول. لازم يبقى عندك شخصيه البطل، ما تقولش العب على تمثيل المشرف، لا، العب على اقصى يعني اقصى هدف ليك. حتى في الشطرنج اقصى هدف ليك، يعني اقصى هدف ليك هو ايه يا جماعه؟ ان انت تدي مات،
ده اقصى هدف يعني. انت بتلعب على الفوز، ما تلعبش على التعادل. لو انت ما توفقتش في الفوز، ابسط الامور ان انت مش هتخسر، اقل الاضرار هتتعادل مع الخصم. طيب طيب تعال نتفرج على الادوار زي ما الاستاذ محمد قال. Check. Check. هيمشي. عنده كشي دي. هيغطي بالوزير. في كلام كبير. هنا في كلام كبير جدا. تاكل. سلكت له بيضة تاني يا راجل. البيضة ده ما بيتلحقش. لا يلحق يا راجل، كل يزق البيضة على طول. انت لسه يا راجل، انت كنت اسرع. خلاص بقى هو بيكسب. خلاص بيكسب، الابيض بيكسب برضه. Check. لا ما عادي، هي يمشي بالملك، مفيش مشكلة عنده. هتركك، هيزق عليك. هات وزير، هات وزير على طول، متفكرش، انت لسه بتفكر يا عم. Check. ركب حصان، لو منك ركب حصان. Check. خش بقى، وقته خلص. سلامة يا كومبو، ده آخر جولة، آخر ماتش في الجولة دي. Check. 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 كلام جميل. Check. Check. حلو. Check. أستاذ حسين ما مش عارف يموت بالوزير. كش بقى، كش دي Check. كده غلط كده. Check. ماشي كده، خد صف وعمود، صف وعمود. Check. ماشي كده تمام لحد دلوقتي، انت تمام. ارجع بقى دي. Check. لا هيرجع تاني، انت ما عملتش حاجه كده. خد بقى Check. كشات عشوائيه دي، كشات عشوائيه مش Check. اي حاجه. خش بالملك بقى، ايوه كده. كش تاني. Check. ايوه خش بالملك. Check. لا هتخليه يهرب تاني ليه؟ Check. هيهرب تاني. Check. طب اديله دي بقى، دي كش مهم. خش بالملك Check. يا عم خش بالملك. كش تاني Check. ماشي خش بالملك بقى، ايوه كده صح. كش مات. ماشي منال، من عندك مات على طول. كش مات Check. بقى يا راجل. ماشي جود بلاي، بس عندك مكسب سريع. Ready. ماشي لا نلعب حصان، خلينا بقى نلعب لعبة انتشاري أحسن. هلعب على الانتشار، سرعة الانتشار يعني. هات البيضة يا عم. هات البيضة، ده دفاع بودابست يا جماعة، دفاع بودابست. اربط الحصان. حلوة النقلة ديت، حلوة النقلة هذه. ماشي هات هات تاني، ما عنديش مشاكل.
حلوة نبات الفيل دي. بدأ عاوز تجيب الفيل عشان تبيت بقى، تخرج الفيل وتبيت. لا أرجع بالحصان، ما عنديش مشاكل، تاكل اكل بالحصان. ألعب الفيل. الانتشار يا أساتذة. عاوز اجيب الوزير هنا وبيت، بيت طويل. طيب لو كلت بالبيدق هتبقى مش حلوه، هيكسر وزير في وزير وبعد كده ياكل البيدق ده. لا لازم تاكل بالحصان هنا اجباري، يعني الكلام ده اجباري. كش تاني عنده الكش دي، هرجع بالحصان تاني. في لحظة من اللحظات هاكل فيل في حصان. طيب عاوز يبيت، خد بالك هو عاوز يبيت، سيبه يبيت. هجيب الوزير هنا الأول زي ما اتفقنا، بيت آكل فيل في حصان. لو بيت آكل فيل في حصان على طول. خلاص في الفحصان بقت ضرورية النقلة دي. تبييت، تبييت عشان تبعد ايه كده. انا عاوز اجيب بقى الرخ على العمود ده. طبعا لو زق، خد بالك لو زق الحصان اضعف البيدق ده، وده المطلوب اثباته. عاوز البيدق، نحمي البيدق، نحمي البيدق، مفيش مشاكل. نستحمل الطلبات بتاعته. بص اضعف كده الكلام ده، اضعف الكلام. طيب انا هلعب النقلة دي، ارجع بالحصان، لازم ارجع بالحصان، لازم ارجع بالحصان، دي مهمة، دي مهمة جدا. عنده بقى نقطة فيل حلوة. ألعب الفيل هنا مهم جدا برضو. أو هات الرخ دي الأول، افتح الكلام ده، عاوز فيل في بيدق، فيل في بيدق. فلفل بيضة حلوة، ما عنديش مشكلة يعني، آكل آكل بالحصان عادي، آكل بالبيضة عادي. وعندي فلفل بيضة تاني، لأ، هات وزير، check، عادي، مفيش مشاكل عندي، هات وزير برضو. check، لا كش انت يا حاج، check، كش انت، مفيش الكلام ده، كش بالرخ. خلاص في الفوزير،
Victory. جود بلاي جود بلاي يا استاذ سلطان. انا ترتيبي الكام يا اساتذه؟ ترتيبي الثالث. يا مسهل يا رب، يا مسهل يا رب. استاذ ابو كدري او ابو كدور الخام الاول، الثاني استاذ عوض، الثالث اخوكم في الله، الرابع استاذ حماده. طيب ارد على الرسائل الاول والتعليقات. فين رابط البطوله؟ خد يا استاذ رابط البطوله اتفضل. اتفضل يا استاذ. استاذ ازرق تحياتي ليك يا استاذ ازرق. الله يكرمك يا استاذ عبد الصمد، تحياتي ليك والله يا استاذ، احنا بنتعلم والله. استاذ محمد يا استاذ ممكن تعمل بطوله للمبتدئين؟ لا انت لو عملنا بطوله للمبتدئين يبقى احنا مش هتستفاد حاجه. انت هتستفاد ايه كده؟ هتبقى بطوله للمبتدئين كله بيخبط. لا احنا عاوزين نلعب بطوله للمحترفين عشان نتمرن ونتعلم. الله يكرمك يا استاذ محمد جمال، تحياتي ليك والله. استاذ زيد تحياتي ليك يا استاذ زيد. طيب نشوف اي دور كده عشان برضو ايه يبقى فيه فايده برضو. استاذ عمار عثمان تحياتي ليك يا استاذ عمار. استاذ عمار الثامن. لازم طبعا يدافع كل بالبيضة. روح سبعة، روح سبعة الأول. هاتوا ايدي ايدي على دي يا استاذ. الخبر ابيض يا استاذ. Check. 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 خلاص كده كده مدات سريعة بقى. Check. طلع هنا بقى. طلع ولا أفكارك مات. كيش دي. Check. ماشي هيخش بالملك، خش على طول كده في متات بقى، المتات السريعه. كش يا حاج. Check. 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 يا عم العب ترقية يا عم، انا مش عارف ايه يا استاذ كومبو ده، ما ترقي وزير وتكسب اللعب ده. انا عاوز رأي اربع ثلاث وزراء. دور الدور دي يا جماعة نصيحة مني، يعني محدش يلعب بالطريقة دي. لو جراند ماستر بيلعبك مش هيعمل معاك كده. Check.
يا سلام. ما ينفعش الكلام ده يا أستاذ كومبو، ما ينفعش الكلام ده. باطة. شكرا. ما ينفعش الكلام ده، أنا بقول Ready. أستاذ أحمد جمال تحياتي ليك يا أستاذ أحمد. آخرة الفزلكة دي، آخرة الفزلكة. تحياتي ليك يا أستاذ أحمد. نت فصل، نزل. ماشي، جنبيت الوزير، هات الحاج البيضة ده عشان نلعب بعد كده E4. بدأ في بدأ، تعال نجرب بقى الكلام ده. هات، ارجع الحصان، امنع دي خالص، امنع الفكرة دي. فيل، امنع زائد البيضة. بيضة أربعة، مهم الكلام ده. F4 حلوة عشان تمنع الزقة دي، وعاوز تلعب كده بالحصان. مربعات يا جماعة، ده شغل استراتيجي، تحاول تكسب مربعات. لا دي كده مش حلوة النقلة دي، هلعب دي عليك وكسر. طيب نلعب دي برضو مهمة. لا مش مهمة ولا حاجة، العب الحصان الأول، احمي البيضة، وبعد كده العب الوزير هنا. لا عاوز فيل، يريد فيل، حصان في حصان، حصان في حصان. تقريبا كويسة، حصان في حصان كويسة. عاوز اجيب الرخ هنا بقى، هات بقى الرخ، فايد الرخ ده مهم. عاوز اجيب الفيل بعد كده في المربع الذهبي ده. عاوز تبيت، انت عنده الاضعاف، ده اللي انت بتلعب عليه، وانا عندي اضعاف برضو بيلعب عليه، بس ده لو انت خدته خلاص ده اتحرر. ايه النقلة دي؟ النقلة دي مش حلوة، هات وزير. انت طالب فيل، لحظة واحدة يا حاج. لا دي بقى العب عليك النقلة دي، احمل فيل، احمل فيل، وفي نفس الوقت العب عليك بعد كده النقلة دي. هات البيضة، مفيش وقت للكلام ده بقى، هات البيضة على طول، وبعد كده ابيت. ابيت، ابيت الاول، ما تستعجلش على الاكل كده، كده ده تحت السيطرة. ده تحت السيطرة، تلعب هنا ايه؟ تلعب الرخ، تحمل الفيل بتاعك عشان تاكل بعد كده فيل في بيضة، وانت مطمن. وتقريبا لو رجعت بالفيل ممكن اخد وزيره بلقطة، في لقطة من اللقطات. لا بص، هو عاوز يهرب، عاوز يهرب. وزيره، لا وزير، لا هاكل فيل في بيضة الاول، مهم فيل في بيضة مهمة جدا، وبعد كده اكل وزير في فيل. هات وزير في فيل، هات فيلك، واترك البيضة. كلام كبير، كلام كبير يا جدعان. تلعب هنا ايه؟ لا رخ البيضة على طول، رخ البيضة نقلة جيدة، نقلة جيدة.
هتشيلك برضو. انا مصمم عاوز يكسر، دي مش حلوة دي. روخ الفيل، روخ الفيل هتلعب ايه؟ روخ الفيل يا حاج، اكل بقى كده وزير فروخ، وزير فحصان، وبعد كده ارجع بالوزير هنا. عندي بقى كده نقلة حصان جيدة جدا. عاوز ايه؟ عاوز ايه في الشكل ده؟ بيقول لي انا مش عاوز امشيك من هنا. لا انا عندي وزير بيرجع، تعال نشوف احسن نقله هنا ايه. احسن نقله هنا، انا نقله حصان جيده. رخ سبعه دي جامده قوي، ما ينفعش يلعب رخ سبعه، لا ينفع ان يلعب رخ سبعه، رخ دي مش موجوده. اكل وزير في رخ، لا هات رخك، هتروخك كويس. وزير في بيدق، مهم الكلام ده. لازم يدافع، ايوه كده كلامه جميل. هات بقى وزير ولا هات حصان؟ عاوز ايه؟ لو عاوز رخي سبعة، خد بالك القصة كلها في رخي سبعة. لا ما عنديش وقت، ما عنديش وقت. لا هدي الأول، امنع الفايل ده. ماشي هات وزير، تاكل اكل بالحصان، مفيش وقت. او اكل وزير في بيدق. ماشي هات، عاوز ايه؟ لا العب على الترقية بقى، عندك ترقية سريعة، ترقية سريعة، مفيش وقت للكلام ده، ترقية سريعة. وزير يا حاج، تشيك وزير يا أستاذ، هات عاوز ايه؟ لا نمنع دي خالص، الفكرة دي نمنعها. هات فيكتوري، قول بليه يا أستاذ أحمد جمال، تحياتي ليك يا مسهل يا رب. طيب نشوف الأصدقاء. أستاذ تمام، أنا درست التكتيك والاستراتيجية، ما هي الخطوة التالية؟ في كورس اللي هو حالات التعادل، كيف تتعامل مع الجراند ماستر يا أستاذ إياد؟ لازم تراجع، يعني لازم تذاكر الأول، تعرف إيه حالات التعادل في الشطرنج. ده هتلاقيه بعد كورس التكتيك. يا استاذ حسين، انت فكره ان انت تموت بالوزير، انت بتاخد عمود وصف ونقله انتظاريه بالملك، عمود وصف ونقله انتظاريه بالملك لغايه اما الملك يتحط في الصف الاخير، بعد كده تدي مات. خد الرابط يا استاذ، بعد كده تدي مات. اما الكشات الكتير دي ملهاش اي لازمه. تعال نشوف الادوار. تشيك كش تاني، تشيك لازم تيجي دي وزير. بص يجي بقى على الصف السابع ده، وبعد كده يخش بالملك. ايوه كده، بص ده اللعب الصح، ما تفضلش تكش بقى. بص اهو الراجل، بس بسيط خالص، خلاص
check. عنده مليون مات، هي دي اللي انت تلعب عليها. منافسة كده على اشدها. ready. هلاعب الاول يا جدعان، تاني جود بلاي. ماشي هات البيت ده. طيب المستويات الكبيرة بقى، اما تلاعب مستوى اعلى منك مثلا ب 300 400 نقطة زي الدور ده كده، يعني هو انا 2025 هو 2400، تعمل معاه ايه؟ ببساطة يا جماعة تحاول بقى ايه؟ تبسط الدور، تكسر القطع في بعضها كل، بس طبعا تكسير بفن، مش تكسير، مش اي تكسير، عشان ما تدخلش يعني اللي هو اقوى منك ب 300 400 نقطة معاك في الدور، عشان هو افكاره غير افكارك وتفكيره غير تفكيرك. ماشي انا العب حصان، عاوز العب على الفكرة ديت. بص هو بيلعب على ايه؟ بيقول لي هات الكلام كله. طيب تسمح له بالنقلة دي؟ لا طبعا ما اسمحوش بالنقلة دي، لو لعب الفيل هرجع بالفيل كده. تمام قوي كده، حلويات بقى تلعب دي عشان تلعب النقلة ديت. النقلة دي مهمة عشان تمنع المناورات. لا انا مش هعمل حاجة، بدأ في بدأ يلعب ايه؟ هات حصان، هات حصان عشان افتح عمود الاتش، عمود السي. هاكل ياكل ياكل مفيش مشاكل، انا بقفل الفايل ده بس اهم حاجة. نادي الفيل دي زي ما اتفقنا ما تكسرش، العب ارجع بالفيل عادي. هو طبعا فكرته ان هو يلعب على جناح الملك، هيلعب ذوق البادي دي. كلام جامد يا جماعه، الكلام ده جامد كده. طيب انا لازم اكل، هرجع بالحصان، هرجع بالحصان مفيش مشكله عندي. دفاعات دي لازم تدافع، لازم تدافع. بص الكلام، بص الأساتذة، بص الكلام. بيضة أربعة هياكل، هياكل بعد كده كش. لا هات حصانك، هات حصانك الأول. حصانه ما يتحطش هنا. طيب كده عاوز فيل في بيضة، خش بالملك. او تزق البيضة لحظة واحدة بقى، عشان كده هو عنده لعب جامد قوي. بيضة اربعة ايه اخبارها؟ بيضة اربعة يا عم، خد الفيل، خد البيضة مش مشكلة. حرر دورك، انا عاوز اطلع الفيل. ماشي ماشي الكلام ده حلو قوي، هات عشان اقفل الفيل ده كمان. بيضة في حصان، بيضة في حصان. يا سلام ببساطة كده عاوز يدي مات. لا يا حاج بمشي، انا بمشي مفيش الكلام ده. بحمي ولا ياخد معايا الكلام ده، هيلعب الفيل، العب الوزير. آه.
ارجع نو بروبلم. خد بالك لو لقيت الحصان هياكل فيه الفيل، هاكل حصان في فيل كش ارجع تاني. لا عندي فيه مات. طيب فيل في فيل حلوة، حلو الكلام ده، ديت مهمة. لا بص اهرب بقى بالملك، اهرب بالملك يا حسين، اهرب بالملك يا حسين، ما عندكش حاجة أحسن، بيست موف هنا بقى، Check. ماليش دعوة بيك، هروب. خلاص بقى بدأ في بدأ يا حاج. رخ في رخ، ما عندكش حاجة. Check. ماشي مفيش مشاكل، امشي امشي خالص. اسمه الهروب الكبير ده، لازم تهرب يا حاج، اهرب يا حسين. لا وزير يا حاج، شكرا شكرا، ده ريحني بالنقلة دي. عاوز بدأ في بدأ بس الأول، عشان بدأ ده خطر أوي، بدأ ده خطر. البيدا ده خطر، خطر البيدا ده. طيب تلعب هنا ايه؟ كش دي ممنوعة. لا وزير في بيدا، وزير في بيدا حلوة، اعتقد وزير في بيدا. وعاوز تلعب تحرر الرخ دي، تحرير الرخ دي مهم جدا. خش بالرخ، عاوز تجيب دي لو زق ولا حاجة، هات وزيرك. ده كلام كبير محتاج دراسة. ايش دي مشينا ملوش حاجة. لا دي كشي مات، كشي مات، كشي مات. Victory. الله اكبر، باك رانك كده الاول بقى يا جدعان، كده الاول يا جدعان. ناقص جولتين نركز بقى عشان ناخد الدورة دي، نركز. تعال نشوف بس، سلم على الاصدقاء، وقت صعب الحمد لله. الهروب الكبير مهم جدا في الحالات اللي زي دي يا جماعة، لازم تهرب طالما في متات وفي تجمع سكني في مكان واحد، لازم تهرب، تهاجر من المكان ده. تحياتي يا أستاذ، تحياتي، تحياتي ليك. هو أنا زي ما قلت يا جماعة، التصنيفات العالية العلاج بتاعهم إن أنت تكسر كل القطع في بعضها، عشان لو هو دخل معاك في استراتيجي او تكتيك هو هيبقى افضل منك، فانت لازم بقى ايه تحاول تقلل القطع على قد ما تقدر يعني. تعال نتفرج على الدور ده اللي شغال. Check. هات رخك، هات في لعب المسابقات ممكن تلعب النقله دي على اساس تديله كش وتاخد الرخ، نقل خبار يعني، بس هو هيلعب عليك النقله دي، هيقول لك هات القطعتين. زق البيدق، لا احمي البيدق، لازم تحمي البيدق ده، البيدق ده، البيدق ده مضمون، متقلقش منه. ليه كده يا استاذ ليه؟ عاوز مات، اوكي احييك احييك.
بس كانت الزقه احسن، الزقه احسن، وبعد كده تلعب النقله دي هتربطه. ادي تشيك الشماس يا عم، ده مش شايف النقله اصلا. جود بلاي جود بلاي جود بلاي يا استاذ. بجريفين روح الفيل بيك الشمال، بتفكر فيها يا حاج؟ تشيك اخر ماتش، اخر جوله في الجوله السابعه. تشيك كاش كاش ماشي شغال، اطلع بقى بسبعه. مش محتاجه تفكير، ماشي على طول، ماشي وزير على السريع. اسلام وز وز، لا الكلام ده بقى عادي بقى، انا بدي متات بقى هنا. تشيك ماشي انت عاوز تلاقي وزيرين ليه يا عم؟ ما تموت على طول. تشيك جود تشيك شمال جود بلاي ماشي. ريدي استاذ عمار تحياتي ليك يا استاذ عمار. مدى وزير، لا يا حاج انا بلعب في النقله دي سي 3، ما اكلش انا اكل ليه؟ طبعا لو لعبت في نقلات حلوه قوي، لو لعبت دي ممكن نلعب عليا بينكو والكلام اللذيذ ده. ماشي اف 3، عاوز العب اي 4، منع اف 4، منع اف 4، هات حصانك مفيش مشاكل، ازق اي 4 بقى كده، دي اي 4 بقت متاحه. عاوز الزقة، لا هات حصانك، هات حصانك، هات فيل في فيل ممكن تكسر وممكن ترجع تاني، لا ارجع بالفيل احسن، تكسير هتخليه ينتشر بالوزير. عاوز يضغط على البيضة، تلعب هنا ايه؟ عندك نقلة فيل، تاكل فيل في حصان بعد كده مش حلو. تعال نلعب بقى نقل هادي، نقل هادي، العب الفيل الأول وبعد كده العب الحصان هنا، مفيش مشاكل. عنده نقلة وزير، تاكل بايه؟ تاكل بالبيدق، لا طبعا تاكل بالبيدق. بص لعب النقل الهادي ده، تلعب وزير هنا عادي، لا ده وزير ده فين؟ لحظة واحدة، ده خد بيدق ولا ايه؟ ارجع بالفيل يا حاج، الرجوع ارجع بالفيل في مربع جيد. عنده ايه بعد كده؟ لا ارجع بالفيل هنا، مفيش مشاكل، جيش يدي غطي بالحصان، وزير في بيضة عادي، هلعب الحصان هنا، ماشي يا حاج، تحياتي ليك يا أستاذ عمار، مفيش مشاكل، استحملوا شوية، استحملوا شوية. هات وزير، مش انا بلعب غلط كده، كده انا بلعب غلط، لا هات وزير، ما عنديش لعب، تاكل ابو الرخ. عنده نقلة حلوة، نقلة الفيل دي جامدة أوي، مش عاجبني الأداء ده،
لو لعبة الاقي دي هلعب الحصان هنا على طول. Check. ماشي يا حاج، اوكي. في الفحصان وياخد ال وياخد الكلام. ماشي خلاص كده البيضة واقع. ماشي ألعب الحصان، Check. آكل بالملك، آكل بالملك، آكل بالملك. دي ممنوعة، دي ممنوعة. لا تعالى بقى لحظة واحدة، عاوزين نلعب نقلة. لا هذا ال هات ايه، شغل الحصان يا عم التاني ده، عاوز اجيب الحصان هنا. ماشي تلعب دي، تمنع النطة ديت، لا هات المربع ده عشان تجيب الروح التاني. خد المربع اللي احنا خايفين منه. لا مفيش مربعات هنا لو سمحت، اكل Check. يا راجل، يا راجل عندك الكش دي، عندك الكش دي. هات هات تاني، هات تاني يا حاج. ممكن العب نقلة انتظارية، انا لعبت غلط قوي على فكرة، لعبت تأخيري في التعبئة في تأمين الملك هو ده سبب خسارتي في الدور ده، لو خسرت يعني. في الفحصان يا عم، في الفحصان واخد البيدق. لا في الفحصان، خش بالملك. لا عادي عادي، انا اخش بالحصان برضو، اكل بالحصان، ما عنديش اي مشاكل. او اكل بالفيل كمان. ناكل بايه بقى؟ بالحصان. اخد الفايل. لا الفايل ده عادي جدا، مفيش مشاكل عندي. Time is امشي running out. Check. امشي، ما عنديش مشاكل، ما عنديش مشاكل. هات الفرق الاول، نمنع دي الاول، نمنع الكشة الجامدة دي. طيب أما النقلة دي برضه، كان عندي رجعة. تلعب ايه؟ طيب امسك الفايل. عنديش مشاكل، في لي جامد. Check. اكل يا حاج، فيش كش. ماشي You جامد، جود lose. بلاي، جود بلاي، جود بلاي، جود بلاي يا استاذ عمار. تحياتي ليك يا استاذ عمار، انا غلطت في الاول، انا اتعاقب طالما غلطت. باجي انا على الاخر وهبل. سبعات، بص يا سبعة ستة ستة ستة، يعني الماتش الجاي هيبقى نار، اللي هيكسب الماتش الجاي هياخد مركز. طب نشوف Check. نشوف الأصدقاء برضو. أستاذ إيراك شيس بلاير، تحياتي ليه طبعا. Check. Check.
check دي الشمال دي. نقلة الفيل طبعا ممتازة، وانا مع وقتي وحش، وقتي وحش يا جماعة، طالما الوقت وحش خلاص الدنيا بتبوظ. تعال نشوف الدور التانية فين، اخر دور معروف ده يعني بيادي مكسب، اتفرج عليه برضو. وزير نازل check بص، امشي امشي تاني. ايوه صح كده تمام، خش تاني نقله واحده، ده النقل الصح يا استاذ حسين، عاوزك تتفرج على النقل ده بقى، هيجيب الوزير هنا كمان اللعب السريع، او ممكن يخش بالملك نقله انتظاريه، بس الوزير اسهل. خش هنا بالوزير ماشي، نقله انتظاريه بالملك تاني تمام، ده لعب المحترفين بقى. خش بالوزير ماشي، خش بالملك ماشي. check خش بالوزير ماشي، الكلام كله جميل، نقله انتظاريه بالوزير او نقله انتظاريه بالملك، خش بالملك ماشي كده خلاص، كده دخل شبكه المال خلاص، اي نقله هخش مات check جود بلاي. الجوله الثامنه، ده لسه في جوله كمان يعني، لسه في امل يا جماعه. ready استاذ احمد محمد، نركز بقى يا جماعه، نلعب على جوله الادوار. بيضك في بيضك يا حاج، بيضك في بيضك، حصان هات وزير، سيبنا نقله، كلام جميل، حلو النقله دي، احييك على هذه النقله دي. فور برضه حقيقة على النقلة دي، بيشوب وزير أو سبايد، طبيت الطويل بيشوب، تهدد الأفكار ديت، ركز في اللعب الجاي، هيزق تاني هتمشي بالحصان، مفيش مشاكل، وما تبيتش دلوقتي، لا تبيت الآن، العب دي لو زق اكل، عاوز ازق كده، العب دي. مشي مفيش مشاكل برضو، هات وزيرك الاول، مهم الكلام ده، اكل بالبيضة حلو اهو كده مع السنتر، ولا بعد كده النقلة دي باكل، باكل تاني باكل تاني، ما بخافش من النقله دي، وازق check هات وزيرك هات فيلك، خلاص كده انت عاوز ايه بقى، ماذا تريد من هذه النقله؟ لا خش بالحصان يا حاج، خش بالحصان، لا احمي، اقول لك العب الفيل، احمي بالاحمي الاحسن، احمد احمي بالحصان احسن، باكل
في الشكل ده انت بتلعب ايه بقى؟ ممكن تلعب بيضة أربعة، بيضة أربعة أحلى. عاوز البيضة الجميل اللذيذ. طيب هات الفيل يا عم. هات الفيل، هات الفيل من هنا. والله الزق عندي، لحظة واحدة، عندي زائد بيدق هيلعب عليا النقلة دي أو النقلة دي، ساعتها أرجع بالفيل عادي. طيب لو لعبت أنا الفيل هنا هياكل، هاكل بالرخ، هيزق ألعب، يبقى ما بيدق. ماشي نقلة الفيل هنا أحسن عشان احمي الكلام ده. هات الفيل يا حاج، مفيش مشاكل، اكل بالرخ، تزقي تاني اجي هنا، مفيش مشاكل. عاوز ابيت بقى، الفيل ده ايه اخباره؟ تعالوا نشوف اللي في احسن مكان للفيل ايه. لا ارجع، هات فيلك، حلو أوي، على طول النقلة دي. يا نهار أبيض يا جدعان، إيه النقل ده؟ إيه النقل الجامد ده؟ جود بلاي. لا روخ الفيل بقى يا حاج، روخ الفيل وروخ البيدق، معنديش غيرها، روخ الوزير هات. خش بملك، time is running out، عاوز اجي هنا، عنده تبيت. لا في حصانك، ماشي حصانك، احمي يحمي تاني. عاوز ايه؟ عاوز يربط. ماشي دي لازم، عاوز الكش دي، كش يا حاج. check كش تاني، check وراش ورا حاجة، كش كش check هات، مفيش ربط، اوعى تربط، امشي check هات. ده كش مات، دي كش مات واحد يا راجل، ايه لعب الخرا ده؟ كش مات يا عم، check you lose، انا مش محتاجه تفكير، جود بلاي، جود بلاي. انا خرجت من البطوله يا جماعه، سياسة النفس الطويل دي مهمة جدا جدا جدا.
طب نحيي الأصدقاء بقى طالما اتغلبنا. آه بوظت الدنيا أنا ليه؟ كان عندي كذا نقلة حلوة بس Check. أكيد تصنيفه أعلى أكثر درجة احتمالية لعبة تكريم من إنجين أكثر من احتمالية. جود بلاي يا جود بلاي، يعني تحياتي طبعا للجميع يا جماعة. المسابقة عشان كده أنا أفضلها عن Check. التحديات عشان أنت تلعب كل الناس Check. عشان نتعلم يعني. Check. يجيبك ويمشي. Check. خلاص دور خلصان ده. Check. دور خلصان يا أستاذ. كش أنت بقى. Check. كش كش تاني. دول طبعا خلصان دول. Check. كش دي بطل. لا Check. بطل ولا مش بطل؟ لا Check. كش دي حلوة أوي على فكرة، لو نزل هنا اديله كش تاني وكسر. Check. 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 خلاص مات في واحد. ويب بلاي تقريبا ده آخر جولة، تقريبا تقريبا دي آخر جولة. طيب ارجع. جود بلاي جود بلاي جود بلاي جود بلاي. استاذ عمار خد الاول. جود بلاي. واستاذ ابو كادور خد الثاني. واستاذ احمد ابو حامد او ابو احمد خد المركز الثاني. واستاذ ابو كادور خد المركز الثالث. طبعا بطولة كانت قوية جدا يا جماعة، وإن شاء الله ندعم فكرة البطولات ديت. اللي عاوز يسألني بقى دلوقتي في أي حاجة قبل ما أقفل يعني أنا براحتكم يعني. وتحياتي للأستاذ عمار، بعته رسالة بس. تحياتي لأستاذ عمار. مكتوب ايه؟ اللي عنده اي اقتراح يا جماعه يقولوا لي دلوقتي. كويس يا استاذ حسين، بالتدريج والله. انا عشان كده بقول لك اللعب مع مع المحترفين الاقوى مننا افضل من ان انت تلعب مع ناس ضعيفه. اللعيب الضعيف اللي انت بتلعب معاه انت مش هتستفاد منه، هو اللي هيستفاد منك. عمرو الداري غشاشين يا كابتن. والله بص انا قلت لكم يا جماعه البرنامج اللايشيس، موقع اللايشيس بيبعت لي على فكره تقارير. انا قلت لكم امبارح في الفيديو بتاع امبارح، يقول لي انت خسرت، تم استرداد 4 نقاط، تم استرداد 5 نقاط.
فاللي هيغش هيجي لي رسالة عنه يعني. أستاذ أيمن المغرباوي أو المغربي، يا ريت يبقى في ميعاد ثابت للمسابقة. بصوا يا جدعان، أنا بخرج من الشغل الساعة 11 أو 10 ونص، فالدورة لو أنا هعمل أي فيديو أو أي بث هيبقى تقريبا هيبقى من بعد الساعة 11 أو من بعد الساعة 12، فأتوقعوا الكلام دوت يعني. أما بالنسبة ليوم الأحد أنا ممكن أعمله في أي وقت. استاذ مشعل تحياتي ليك، هل في فيديو الافتتاح قريب؟ ان شاء الله يا استاذ علي هيبقى فيه، بس بعد السلسله اللي انا شغال فيها دلوقتي اللي هي سلسله 300 موقف شطرنج لازم تعرفهم. انا لازم اخلصهم، في لسه في 200 موقف، انا خلصت 100 موقف دلوقتي، في 200 موقف لازم ندرسهم. دي الفكره يا جماعه. واي ملحوظات يا جماعه في القناه يا ريت يعني لا تبخلوا علينا بالنصيحه يعني. يعني كل اي حاجه شايفينها او تحب تكون موجوده في القناه يا ريت تكتبوها لي يعني، وان شاء الله هنحاول ننفذ الكلام اللي انتوا بتقولوه. يعني فكره المسابقات دي انا ما كنتش حاططها في الحسبان، احد الاصدقاء قال لي اعمل مسابقات. اه يا استاذ عندي شغل الصبح. بشتغل في مجال الأحذية. أيوه تمام، أنا عشان كده بقول يا جماعة يعني أنا بحاول والله إيه القناة بحاول أخليها إيه تعليمية، مش كلام نظري بس، إحنا مش عاوزين نلعب يعني، المعلومات كتير، عاوزين إن المعلومات تبقى نظري وعملي، عشان كده عملت المسابقات دي. أنا مصمم يا أستاذ، دي شرف، أنا مصمم أحذية. شغال محاسب يعني، محاسب وديزاينر. استاذ احمد سليمان بيقول لي طيب استاذ تامر، دلوقتي لما بتعلم اي معلومه جديده بكون محتاج اطبقها في اللعب، لكن مش عارف ازاي. ما هو انت مش هتطبق المعلومه الا لما تلعب. انت ممكن تلعب، خد بالك، انت ممكن تلعب، ممكن تعرف معلومات كتير جدا. المعلومات الكتير دي مش هيبقى ليها اي لازمه لو ما تمش تطبيقها في الادوار، خد بالك من الكلام ده يعني، لازم تحطه ده في الاعتبار. تحياتي لاستاذ ميتو، وزع على اول 10 مراكز جوائز هتبقى افضل بكتير. والله بص، فكره الجوائز دي انا برضو حاططها في الحسبان، بس طبعا القناه لسه صغيره يا جماعه يعني، ان شاء الله اما اوعدكم وعد الحر يدين عليه، لو القناه كبرت ان شاء الله هعمل جوائز على المسابقات دي، بس ادعوا لي كده ويدعموني يعني. الله يكرمك يا استاذ ياسر، تحياتي ليك يا استاذ ياسر. واستاذ جلال تحياتي ليك، واهلا باهل الجزائر الافاضل. استاذ احمد سليمان، انا المشكله عندك ايه؟ المشكله ان انت لازم تعرف المعلومات الاول. انا في سؤال عاوز اقوله بس يا جماعه، لو افترضنا ان الشطرنج 100 معلومه، يبقى انت لو عرفت ال 100 معلومه هتبقى ايه؟ هتبقى جراند ماستر، او على الاقل هتبقى لعيب قوي، صح؟ طيب انت مش عارف المعلومات دي، يبقى الطبيعي ان انت مستواك مش هيزيد، يبقى انت محتاج الاول تعرف النظر الاول، لازم تعرف الاول المعلومات. المعلومات دي بتفرق يا جماعه، بمعنى ايه؟ انت في الدور مثلا ال 100 معلومه اللي انت ذاكرتهم، افترضنا يعني شطرنج 100 معلومه، انت بتستحضر بقى كل الافكار اللي انت اتعلمتها. انا عارف 100 معلومه، يا ترى انهي معلومه فيهم اللي انا ممكن استفاد منها في الموقف ده. هنا بقى بتكمن الدراسه، بتكمن الدراسه. لو انت بقى فاهم بتذاكر بالطريقه دي، يبقى المعلومات اللي انت تعرفها طبيعي هتطلعها في الادوار اللي انت بتلعبها. فلازم الاول تعرف معلومات، اما هتلعب انت لو قعدت زي ما بقول، لو قعدت 10 سنين تلعب شطرنج بدون دراسه عمرك ما هيزيد مستواك. تحياتي استاذ بيكو ات، تحياتي ليك يا استاذ تامر. عاوزين بطوله 5 دقائق بعد كده بعد اذن حضرتك عشان اكسر
انا اقل من 2000 فيبقى في نسبه وتناسب مع اداء التفكير ده بعد اذن حضرتك. ماشي. ما بص البطولات احنا يعني احنا هنعمل ان شاء الله جميع الانواع، يعني هنلعب مثلا 5 دقايق، وهنلعب 3 دقايق من غير زياده، و5 دقايق من غير زياده، وخمسه بزياده وثلاثه بزياده زي ما لعبنا النهارده 3 و2. استاذ عبد الرزاق شنافي، اهلا بحضرتك يا استاذ. الله يكرمك يا استاذ فنجري. فهي الفكره زي ما بقول لكم، انا اول واحد فيكم بتعلم. انا ليه بعمل المسابقات دي؟ ما انا هلاعب ناس اقوى مني بكتير وهيكسبوني. هل انا عاوز ابقى شكلي وحش قدامكم؟ لا طبعا. الهدف من الكلام دوت ان احنا نتعلم. فكره ان انت تتعلم هي دي الفكره الاساسيه من القناه اصلا. انا عامل اصلا القناه دي بذاكر معاكم، بتمرن معاكم، هي دي الفكره. فان شاء الله باذن الله لو مشينا على الطريقه اللي قلت عليها، ان انت تدرس شطرنج وتلعب شطرنج وتحلل ادوارك. خد بالك برضو تحليل الادوار ده مهم جدا جدا جدا. لو حللت ادوارك اللي بتخسرها بالذات هتعرف انت بتخسر منين. هل بتخسر في الافتتاح، مشاكلك في الافتتاح، ولا مشاكلك في الاند جيم، ولا مشاكلك في الميدل جيم، ولا مشاكلك في الاستراتيجي، ولا مشاكلك في الحسابات، كل الكلام ده. واحنا قلنا عشان نبقى مهرة في اللعبة دي بشكل جيد، في 7 مهارات مهمين جدا لازم تعرفهم. أول حاجة التكتيك، الاستراتيجية، الافتتاح، الاند جيم، ودول ال4 مهارات الأساسية اللي معروفين. بعد كده بقى في مهارة الحسابات، دي مهمة جدا جدا. مهارات الحسابات دي إن أنت أي شكل فيه تكسير بتشوف اللاين الصح فيهم عشان تاخد الشكل دوت، فلازم يبقى عندك قوه في الحسابات. بعد كده في مهاره اسمها مهاره تقييم الموقف. تقييم الموقف ده مهم جدا جدا جدا، ان انت تقيم الشكل ده. لما بتقيمه بتعرف نقاط الضعف عندك ونقاط الضعف عند الخصم، ومن خلاله بتبني عليه خطه الدور في الميدل جيم بالذات. المهاره الاخيره اللي هي مهاره التخيل بقى، ان انت تتخيل موقف قبل ما يتم على الرقعه. تخيل يعني تخيل ده بقى في كذا حاجه، في الحسابات، وفي تقييم الموقف، وفي فن التكسير. يعني انت بتتخيل كل حاجه في تخيلك، في الاخر انت عارف الموقف النهائي هيبقى فيه مثلا فيل وبدائين قصاد رخ صافي مثلا، لا الشكل ده مكسوب، وانت لسه القطعه موجوده في الرقعه ومفيش اي تكسير. بس دي مهاره قويه جدا للجراند ماستر، لدرجه ان المهاره دي نتج منها اللعب بدون رؤيه الرقعه، بيلعبوا بلايند. تخيل واحد بيلعب وهو مش شايف الرقعه، شوف وصل تخيله لغايه فين. فهي ايه دي الفكره. فلو اتعلمنا ال7 مهارات دولت هنوصل لاعلى مستوى في الشطرنج. بس في مشكله في الصوت. استاذ حسن بيقول لي اعمل تحدي مع قناه العراق شيس عمار بطل البطوله اليوم. مفيش مشكلة، ده طبعا شرف ليا مع أستاذ عمار. مفيش مشكلة، ممكن نعمل يوم كده تحدي أنا وأستاذ عمار، ما عنديش أي مشاكل، ومفيش أي مشاكل عندي بالنسبة لي بالنسبة للتحديات يا جماعة. اقترح لو كل يوم تلعب رابد مع أحد المشتركين بالقناة وتشرح. ده برضو اقتراح جيد جدا يا أستاذ محب، طبعا ده حاجة مهمة جدا. الرابت والكلاسيك بنوع عليهم لعب الشطرنج. يعني لو انت عاوز تستفاد من اللعب شطرنج تلعب رابت وتلعب كلاسيك، هم دول اللي فيهم شطرنج. ليه؟ ان انت بتدي فرصه لنفسك تلعب احسن نقل. اغلب ماتشات البليتز بتبقى كلها اخطاء، فيها بلندرات كتير قوي. لو انت حللت اي دور بليتز دلوقتي من الادوار اللي احنا عملناها هتلاقي ملقانه من الاخطاء. حلو الكلام. طيب انا تصميم قال تقريبا عندي ضعف في الاستراتيجيه بعكس التكتيك، لا باس تنصحني بايه؟ عندي ضعف في الاستراتيجيه بعكس التكتيك. خد بالك الاستراتيجيه بتخدم على التكتيك، والتكتيك بيخدم على الاستراتيجيه. اللي بيلعب تكتيك، اللي بيلعب استراتيجيه كويس قوي بيبقى موقفه التكتيكي جيد جدا، والعكس صحيح. التكتيك هو الاداه التنفيذيه لاخذ التفوق. ده الفرق بين التكتيك والاستراتيجيه. الاستراتيجيه هي ان انت تلعب على نشاط القطع بشكل عام، وتحط القطع بتاعتك في افضل الاماكن. لو انت فهمت اللي انا بقوله ده
هتسأل على نفسك طريقة التفكير. يبقى أول حاجة الاستراتيجية هي إيه؟ هي إن أنت تحط قطعك في أحسن الأماكن، في أحسن أوضاع، في أحسن أوضاع في الرقعة، وفي نفس اللحظة بتحاول تقلل نشاط قطع الخصم. يبقى عملية طردية، حط قطعك في أفضل أماكن وقلل نشاط قطع الخصم. يبقى دي أول حاجة. أما التكتيك هو الأداة التنفيذية اللي من خلالها بتاخد التفوق. دي الفكرة عشان نقدر نميز بين التكتيك والاستراتيجية. طيب حبيبي يا أستاذ إياد، والله تحياتي. أستاذ أرسنال محمد، بص حضرتك يا أستاذ، أنا نصيحة مني، محدش يذاكر من الكتاب يا جماعة. الكتب خلاص يعني ادمت دلوقتي. اشتغل على برامج الشطرنج، اشتغل على برامج الشطرنج زي برنامج الشيس بيس، برنامج الفريد 17 والعائلة بتاعته، وبرنامج بيشكا، وبرنامج شيس كينج. دي أبرز البرامج اللي أنت ممكن من خلالها تتدرب على الشطرنج. فسيبك من الكتب، عشان الكتب دي محتاجة بقى رقعة، ومحتاجة تجيب الكتاب وترص الدور، وقصة طويلة، وساعات بيبقى فيه أخطاء كمان مطبعية في الكتاب، والتحديثات مش هتعرف تجيبها والكلام ده. فخليك في شيس سبيس، في البرامج الشطرنج أحسن. وإن شاء الله هنعمل برامج، هنشرح البرامج ديت يعني قريبا، يعني إن شاء الله أنا حاططها برضو في الخطة. إن شاء الله شيس بيس وبرنامج الفريدز وبرامج البشكا وشيس كينج، إن شاء الله هتكلم عنهم يعني. اتفق تعمل اتصال مع قنوات الشطرنج الاخرى مثل كش ملك وشطرنج العرب. والله انا اتمنى ذلك يعني، اللي عنده قدره. انا كلمت استاذ شطرنج العرب، استاذ علي مؤمني، كان لعبني من 3 ايام 4 ايام، وتروقت منه 4 ادوار بعد نهايه مسابقه زي كده. وكلمته وقال لي انا عندي دراسه، قال لي ان شاء الله بعد شهر كده نبقى نعمل بث مشترك. ده بالنسبه للاستاذ علي. اما بالنسبه للخطيب، طبعا انا شرف ليا كبير ان انا يعني اطلع معاه كده حتى لو ما لعبتش، ده شرف كبير طبعا، وشرف كبير برضه طبعا مع استاذ علي. اكبر قناتين موجودين في الوطن العربي دلوقتي، فشرف ليا ان انا ابقى معاهم يعني. استاذ حسن، اعمل فيديو افضل برامج يمكن الاستفاده منها. ماشي، ان شاء الله هبقى اعمل فيديو بعنوان افضل البرامج الشطرنج الذي ممكن اللي احنا ممكن نستفاد منها، وبعد كده نسردهم برنامج برنامج ونحاول نشرحه يعني. حضرتك لو خصصت مركز او مكان تشرح فيه شطرنج او تشرح في كورسات، هنبدأ احسن بكتير، وهتبقى اول حد يتعرف. انا مش فاهم السؤال ده يا استاذ خالد، لو خصصت مركز او مكان. أنا بتدرب على تطبيق استراتيجي، بشوف إنه نوع من التكتيك طويل. لا بص يا جماعة، أنا عامل فيديو اسمه الفرق بين التكتيك والاستراتيجية، يعني اللي مش عارف الفرق بينهم يا ريت يرجع للفيديو ده، أنا شرح فيه أدق التفاصيل، شرح فيه إزاي يعني إيه تكتيك ويعني إيه استراتيجية. أنا زي ما قلت، التكتيك هو الأداة التنفيذية، زي إيه؟ زي كورة يا جماعة. دلوقتي احنا كلنا الحمد لله بنفهم كوره يعني. يقول لك مثلا الارسنال او ليفربول او الاهلي او ايا كان، يعني الفريق ده بيلعب بطريقه 4 4 2 مثلا. طيب الطريقه دي بنقول عليها ايه يا جماعه؟ بنقول عليها استراتيجيه لعب الفريق ده، ما نقولش عليها تكتيك. الاستراتيجيه هي وضع اللعيبه في الملعب، يعني كل ما اللعيبه تكون موجوده في الملعب بشكل انتشاري جيد، بنقول استراتيجيه الفريق دي قوي. يعني في كل جزء من الملعب في انتشار جيد للفرقه، ولذلك الجمل التكتيكيه بتنتج من هنا بقى. لما يكون اللعيبه منتشر انتشار جيد، من خلاله بيحصل جمل تكتيكيه، من خلاله الفريق ده بياخد افضليه. اما يكون الفريق بقى استراتيجيا سيء، وضع اللعيبه بتاعته في الملعب سيء، طبيعي ان هو بيبقى في الوضع الاضعف يعني. الشطرنج نفس الكلام، قطعك طول ما هي واخده مربعات اكتر ومتركزه في السنتر، هي بيبقى ليك الافضليه. ليه؟ ان قطعك ليها
السيطرة الكبرى على المربعات، فأنت بتبقى أفضل من الخصم. والاستراتيجية حددوها في 7 عناصر. قال لك أول حاجة تأمين الملك أو وضع الملك للطرفين، بتشوف الوضع الملك للطرفين. لو في ملك مثلا في السنتر وملك متأمن، نقول عليهم إيه؟ نقول الملك اللي متأمن نقول ده استراتيجيا أقوى، والملك اللي في السنتر استراتيجيا أضعف. ليه يا جماعة؟ عشان الملك اللي في السنتر ده عرضة إن هو يتعرض لتهديدات من قبل الخصم، أما الملك اللي متأمن ده هيبقى بعيد عن أي تهديدات. يبقى دي أول فكرة. الفكرة التانية السنتر، اللي مسيطر على السنتر اللي هي مربعات السنتر اللي هي E4 وE5 وD4 وD5 اللي هم الـ4 مربعات اللي هو سنتر الصغير. بيقول لك اللي بيسيطر على السنتر الصغير سواء بالقطع أو البادي بنوع ليه متفوق استراتيجيا، عشان اللي بيسيطر على الوسط بيسيطر على الدور. والـ4 مربعات دولت لو انت سيطرت عليهم او حطيت اي قطع فيهم، القطعة دي بتاخد اقصى نشاط واقصى فعالية. يبقى ده برضو عنصر. لو لقيت الخصم عنده مش مسيطر على السنتر وانت مسيطر على السنتر، يبقى انت اقوى استراتيجية. العنصر الثالث في الاستراتيجية الخطوط اللي هي اللاينات المفتوحة، الاوتار والصفوف والاعمدة. اللي مسيطر على الصفوف والاوتار والاعمدة اللي موجودة في الرقعة ده بنقول عليه متفوق استراتيجيا. العنصر الرابع ميزة ذوق الافيال. لو انت عندك ميزة ذوق الافيال فانت كده معاك افضلية حاسمة، معاك افضلية في نقول عليك برضو قوي استراتيجيا. ليه يا جماعة؟ عشان بتسيطر على كل المربعات سواء المربعات البيضاء او المربعات السوداء، غير اللي معاه فيلين او فيل وحصان، الموضوع مختلف. طبعا الكلام ده انا قايله بالتفصيل يا جماعه في كورس الاستراتيجيه، بس انا بديك يعني نبذه كده بسيطه بالنسبه اللي ما يعرفش. العنصر الخامس، في عنصر خامس اللي هو يا جماعه ايه، اللهم صل على نقاط الضعف، نقاط الضعف ونقاط القوه. يعني في مربع ضعيف وفي بيضاء ضعيف. ان انت البور ستراكشر بشكل عام اللي هي هيكل البادي، لو هيكل البادي بتاعك منتظم ما فيهوش اي اضعافات، يبقى انت كده اقوى استراتيجيا. لو الخصم عنده بادي ضعيفه او نقاط ضعف، يبقى هو ضعيف استراتيجيا، وهكذا يا جماعه. دول 7 عناصر، لو انت فهمتهم بشكل جيد خلاص انت كده فاهم الاستراتيجيه بمعناها السليم. برضو وضعيه القطع بشكل عام، ده بقى السابع او الثامن، وضعيه القطع بشكل عام. لو انت قطعك كلها في السنتر وقطع الخصم على اطراف الرقعة، فانت كده ايه اقوى استراتيجيا منه، عشان قطعك في المربعات المركزيه. حلو الكلام. يعني على سبيل المثال لو انا قلت لك يا استاذ مثلا حسين او استاذ خالد او اي حد معايا دلوقتي، لو حطينا الحصان في مكان الرخ الابتدائي، الحصان هيبقى ليه كام مربع يا جماعه؟ هيبقى ليه مربعين. طب حط الحصان كده في وسط الرقعه في دي 4 مثلا او اي 5، هيبقى الحصان ليه 8 مربع، هيبقى ليه 8 مربعات. اداه فهم استراتيجي، مش محتاج ان انت تحفظ، الاستراتيجيه فهم مش حفظ. فهي دي الفكره يا جماعه. استاذ حماده تحياتي ليك، ربنا يبارك لك يا استاذ حماده. واحد استاذ اياد بيقول لي حضرتك وصلت للمستوى ده ازاي؟ يا جماعه انا في ناس اقوى مني بكتير، انا بس عشان ما تبلوغيش فيا، بس في ناس كتير مستوى اعلى مني بكتير وانا بتعلم لحد دلوقتي. زي ما احنا اتفقنا انا بتعلم زيكم بالظبط، انا عاوز ابقى جراند ماستر، بسعى ان انا اكون مستوى عالي. فطبعا باخد بالادوات، بذاكر حاجه انا لحد دلوقتي احنا ما ذاكرناش ولا اند جيم ولا افتتاح. يعني انا مستواي كده تشيل منه الافتتاح وتشيل منه الاند جيم، ده مستواي. فان شاء الله لما نخش في سلسله الاوبننج الموضوع هيختلف، يبقى احنا هنلعب كمان اوبننج جوي. احنا كده دلوقتي في القناه نعرف نلعب في الميدل جيم كويس، نعرف نلعب استراتيجي كويس، نعرف نلعب تاكتيك كويس، بس لسه بقى في حاجات لسه محتاجينها. محتاجين ان احنا نلعب اوبننج صح 100% بدون اخطاء، ومحتاجين كمان ندرس الاند جيم عشان نكمل الـ4 مهارات الاساسيه عشان نبقى جامدين جدا في اللعب. دي الفكره ببساطه. طيب الاستراتيجيه موقف عام للقطع والتكتيك موقف صغير خاص بحركات محدده. لا بص انا مش عاوزك تلخبط الدنيا. التكتيك انا قلت لك
الأداء التنفيذية لأخذ تفوق، لأخذ تفوق مباشر. بمعنى ايه؟ انت عندك حصان عاوز تعمل فرق، كش ملك وهات وزير، دي نقله تكتيكيه، خد التفوق في اللحظه. اما الاستراتيجي، النقلات الاستراتيجيه هي نقلات بتاخد منها تفوق، يا اما تفوق مؤقت يا اما تفوق مستقر. مهمه جدا جدا، ومش شرط ان انت تاخد تفوق فوري. التفوق ده بيبقى في نهاية الدور او في الميدل جيم، يعني ممكن تستفاد بيه في الاند جيم. زي مثلا ايه؟ انت عملت اضعاف في عمود من الاعمدة وخليت فيه بيادي دبل بون مثلا، ده اسمه ايه يا جماعة؟ اسمه اضعاف مستقر، اضعاف مستقر هتستفاد منه في الاند جيم، واخد بال حضرتك؟ اما مثلا لو انت خدت فايل، الفايل الوحيد في الرقعة بالرخ مثلا، ده اسمه ايه؟ اسمه برضو تفوق ولكن غير مستقر. يعني ممكن الخصم يشاركك بعد كده في الفايل ده وياخد منك الفايل ده او يشاركك فيه، يبقى كده التفوق بقى ايكوال بينك وبينه. اما لما تعمل اضعاف مثلا يبقى في دبل بون او بدأ معزول او بدأ متفرنطه او اي نوع من الاضعافات اللي احنا اتكلمنا عليها، فده اسمه اضعاف ايه؟ مستقر. في فرق من الاضعاف المستقر وفي فرق من الاضعاف المؤقت. في اضعاف مؤقت، انا عندي مثلا قطعي مش منتشر انتشار جاي، عندي حصان مثلا على اطراف الرقعه، بنقول عليه ايه؟ بنقول عليه وضعيه سيئه للقطع ولكن بشكل مؤقت. القطعه دي لو انا طورتها خلاص الاضعاف ده راح والتفوق المؤقت راح، غير التفوق المستقر. طيب استاذ، حل تكتيك كل يوم بقدر الامكان والعب مباريات وحللهم بعد كل مباراه وشوف لعبك راح يصير ايه. استاذ عمار، تحياتي ليك يا استاذ عمار. بقدر الامكان والعب مباريات وحللهم بعد كل مباراه وشوف لعبك كيف راح يصير. طبعا دي طبعا استاذ عمار بيقول نصيحه مهمه، ان يعني عشان الواحد يتدرب صح طبعا لازم يلعب ولازم يدرس زي ما انا قلت الكلام يعني، ولازم يحلل المباريات. طبعا تحليل المباريات يا جماعه مهم جدا 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 جدا، يعني انت اصلا ان انت تحلل مبارياتك او تحلل نقلات معينه ده علم لوحده، دي مهاره تانية ان انت تحلل نقلاتك. لو لعب كذا هيلعب كذا، لو لعب كذا هيلعب كذا، يبقى اللاين ده لاين ده اللابل بيكسب فيه، اللاين ده ايكوال، اللاين ده في افضليه لحد مثلا افضليه للاسود، افضليه للابيض، لا اللاين ده ايكوال، الكلام ده. فالتحليل طبعا مهم جدا، ان انت يبقى عندك مرض التحليل اصلا. يعني حتى لو انا اديتك دور وقلت لك، اديتك موقف وقلت لك حلل الموقف ده، الافضليه هنا لمين وايه فكره المكسب هنا، انت هنا هتعتمد على كذا مهاره. هتعتمد اول حاجه مهاره تقييم الموقف، وبعد كده مهاره الحسابات، وبعد كده مهاره التخيل، ومهاره التحليل. يعني فيها اربع مهارات تقدر من خلاله تعرف النتاج بتاع الماتش ده ايه. هل قضاء معظم وقت، في سؤال لأستاذ ميتو، هل قضاء معظم وقت التدريب في حل الألغاز العميقة يرفع المستوى؟ لا يا جماعة، بصوا يا جماعة، أنا عاوز أعيد الفكرة تاني. لازم الأول يا أستاذ ميتو، لازم الأول نعرف المعلومات اللي عن الشطرنج. زي أي علم، أنت دلوقتي عاوز يعني تذاكر مثلا، أقول لك حاجة، يعني مثلا لو أنت راجل بتدرس رياضة وجالك امتحان في مسألة من المسائل، حلو الكلام، حلو الكلام، المسألة اللي انت اللي جات لك في الامتحان دي وهتحلها، المفترض ان انت تحلها ايه؟ المسألة دي ليها قانون واحد. انت عندك مثلا في المنهج بتاعك خدت مثلا 30 40 قانون، هتلاقي في قانون فيهم هو اللي بيحل المسألة دي، فهي الشطرنج كده برضه. فانت لازم الاول تعرف كل القوانين، يعني لازم تعرف كل الافكار او المعلومات بتاعت الشطرنج. زي مثلا زي التكتيك، التكتيك لو انت عارف بس الدبل اتاك بس، يبقى انت مش هتفهم، مش يبقى عندك افكار كتير قوي ممكن تيجي لك في الدور مش هتنفذها، زي الربط، زي الديسكفري تشيك، زي الدبل تشيك، زي النقلات الانتظاريه، زي مناوره الوزير، وهكذا. يعني شوف بقى كم فكره في التكتيك انت مش عارفهم، فانت طبيعي مش هتشوفها، طالما انت مش عارفها مش هتشوفها. فانت لازم الاول تعرفهم
عشان تستحضر الفكرة اللي هي تكسبك في الدور ده، زي المسألة الرياضية اللي قلت عليها. انت في مسألة رياضية مش هتحل الا بقانون واحد، فلازم الاول تبقى عارف كل القوانين عشان تحل المسألة دي، وهكذا الشطرنج. تعلم استاذ فنجاني، تعلم اللعب الموقفي والتكتيك مع تمارين بلايند ولو بس ده تفرق معاك جدا. بص يا جماعة، وصول ان احنا نوصل لموضوع البلايند ده خلاص انت كده وصلت لأعلى مستوى، اللي انت اصلا تتخيل الرقعة في خيالك ده انت كده وصلت لأعلى مستوى. يعني بالنسبة للمبتدئ لازم، في سؤال هنا عاوز بس ارد عليه. استاذ بلال، ممكن ترد عليا؟ انا لسه بادي مش بقالي كتير، ازاي اطور واتعلم صح من الاول؟ انا قلت انا حل يعني جاوبت على السؤال ده. عشان تتعلم شطرنج زي ما قلنا يا جماعه، لازم الاول نعرف المعلومات اللي احنا محتاجينها عشان نتعلم العلم ده، اي علم كده. انا عاوز اذاكر كيمياء، الكيمياء فيها كم قسم؟ فيها مثلا 20 قسم. انا هتخصص في انهي قسم؟ هتخصص في قسم مثلا حاجة معينة. يبقى لازم الأول أعرف المعلومات العامة اللي هي بتخص العلم ده، وبعد كده أذاكر بقى كل معلومة على حدة. المهم إن أنا أعرف كل الأفكار. فأنت عشان تلعب شطرنج كويس لازم تعرف تكتيك، تعرف استراتيجية، تعرف إند جيم، تعرف أوبننج، تعرف تحسب كالكوليشن حسابات زي ما قلت يا جماعة، تعرف تحلل الموقف، تقيم الموقف. كل المهارات دي لازم نتعلمها، هي باكج واحدة كده، ما ينفعش ناخد جزء ونسيب جزء. أستاذ مهدي، بالنسبة للمبتدئ لازم ما يهتمش كتير بالافتتاح، يلعب افتتاح واحد ويتعمق فيه ويلعبه كتير ويطوره. هذه نصيحة باسم أمين فخر الله. فعلا أستاذ باسم أمين قال معلومة مهمة جدا جدا، بيقول لك يا جماعة اللي ريته أقل من 2000 ما يركزش في الافتتاح خالص. يعني أنا ريتي مثلا 2000، يعتبر أقل من 2000 أو 2000، لغاية 2000 يعني، انا ممكن مركزش في الافتتاح. عشان كده انا في القناه ما بداتش بالافتتاحيات، بدات بالتكتيك والاستراتيجي، عشان دي انا كنت معلومه اعرفها، ان انت لازم الاول تاسس نفسك. لو جبت لك اي موقف وقلت لك حله، انت هتحله بايه؟ مش هتحله بالافتتاح، هتحله اما بفكره استراتيجيه او بفكره تكتيكيه. دي الفكره ببساطه. مش هيقول لك اكمل الافتتاح ده هيتلعب ازاي، مش هيقول لك كده، ده موقف وانت بتحله. فانت التكتيك والاستراتيجيه دي ادوات انت بتستخدمها من اول الافتتاح لغايه الاند جيم. يعني انت في الاند جيم بتلعب تكتيك واستراتيجي، في الميدل جيم تكتيك واستراتيجي، في الاوبننج بتلعب تكتيك واستراتيجي. يبقى اول حاجه التكتيك والاستراتيجي دول اساسي، لازم تبقى عارفهم زي اسمك، عشان دولت اللي هم ايه اللي هياكلوك عيش زي ما بيقولوا، هم دولت اللي هيخلوك تلعب. حتى لو انت ذاكرت افتتاح، القسم ممكن يلعب لك نقلات غير تقليديه، يلعب لك مثلا ايه H4 ومثلا و A3 والنقلات اللي زي دي، انت هترد عليها ازاي؟ لو انت حافظ يبقى انت كل سنه وانت طيب. ان في لعيبه اقوياء بيحاولوا يخرجوا اللعيبه اللي بيلعبوهم بالافتتاحات الغريبه دي، بيختبروهم استراتيجيا، بيشوفك فاهم شطرنج ولا لا، فتلاقيه يلعب لك لاينات غريبه كده. لو انت مش فاهم شطرنج هتقع في الافخاخ اللي زي دي. طبعا في الحالات اللي زي دي انت بتلعب استراتيجي بقى، انسى بقى الافتتاح اللي انت مذاكره، العب استراتيجي. ان انا قدامي شكل معين اكنه موقف وانا بعرضه لك دلوقتي، بقول لك حل الموقف ده، تلعب احسن نقله هنا ايه او احسن تكمله هنا ايه، هتلعب استراتيجي بحت. انسى بقى الرصه اللي انت كنت حافظها وعاوز ترصها. طبعا في قنوات كتير اجنبيه، انا طبعا يعني انا مش حافظ اسمائهم صراحه. يعني في شيس توك، دي من القنوات القويه جدا بحب اتفرج عليها، وفي قنوات تانية انا عشان برضو ما بخس حق الناس دي. ايه تاني؟ ايه البلايند ده يا جماعه؟ البلايند اللي هو ان انت بتلعب شطرنج وانت مش شايف الرقعه، مغمض العينين. ايه تاني؟ ما ادرس الاند جيم كويس، اعتقد بتوصل ل 2200 في وقت قليل. طبعا الاند جيم يا جماعه انا بعتبره اهم مرحله في الدراسه. ليه بقى؟ ان ثلاث ارباع ادوارنا او 99% من ادوار اللي بتلعب في الشطرنج بتنتهي في الاند جيم. تخيل يعني انت ممكن تلعب جراند ماستر وتلعب معاه افتتاح كتاب وتخش معاه ميدل جيم و...
ويبقى الماتش والماتش ايكوال وتوصل للاند جيم مع مع الجراند ماستر. اللي هيفرق معاك بقى دراستك للاند جيم، لو فاهم اند جيم انت اللي هتكسب، يعني هتعرف تلعب معاه. لو مش فاهم اند جيم هو هيكسبك بكل بساطة. طيب نشوف الأسئلة التانية. ممكن ماشي انا يا استاذ محب البي بال شغال يا جماعه اللي عاوز. طبعا شكرا جزيلا لاي من اراد دعمنا يعني. حضرتك لو خصصت معنا طبعا السؤال ده اتقال لي. استاذ محمد الاباصيري تحياتي ليك يا استاذ محمد، ما تصنيفك؟ والله بص يا جماعه انا لعبت بطوله جمهوريه واحده في حياتي يعني في مصر طبعا، ده حوالي من 7 6 سنين، وجبت ساعتها وكان لسه مستواي لسه مش مكنتش لسه يعني كان لسه مذاكرة الشطرنج كانت قليلة لسه، جبت ساعتها 4.5 من 9 تقريبا، وادوني ساعتها تصنيف 1700. بعد كده لعبت بليدز بعد ما اتطورت شوية في اللعب، جبت 1900 بس بليدز في أحد المسابقات اللي بتلعب في المحافظات، وبعد كده ما لعبتش تاني بقى نظرا لانشغالي الدائم في الشغل، فما كنتش بروح المسابقات عشان مع مواعيدها بتعارض مواعيد الشغل عندي. دي الفكرة. أنا عملت كده فعلا وخسرت من جراند ماستر. بص أستاذ هيثم مصر بيأكد الكلام أنا بقوله، يعني أنت حتى لو لعبت قصاد جراند ماستر ومعاك أفضلية، لو مش دارس إند جيم هتخسر. أستاذ مهاب أهلا بيك، معلش أنا آسف بقى في القراءة يعني. أهلا بحضرتك يا أستاذ مهاب. أستاذ خالد عادل، استاذ خالد منين يا استاذ؟ انا من القاهره من عين شمس. طبعا الشطرنج دي اتعلمتها وانا في الثانويه العامه، يعني بدات العبها وانا في الثانويه العامه. استاذ اتخصص مكان في اي حته في مصر وتدي فيه كورسات مثل كورسات الانجليش ونتعلم من بعض، وتكون اول واحد يعمل كده ونقابلك وهتكون معروف. والله بص يا استاذ اياد، انا الشطرنج انا بالنسبه لي يعني انا مش معتبرها شغل الاساسي. انا شغل الاساسي زي ما قلت لكم شغال في مجال تاني خالص. الشطرنج بالنسبه لي انا بحبها وكل حاجه ونفسي اوصل لاعلى مستوى فيها، بس مش اساس الربح، يعني مش اساس ان انا اشتغل في الشطرنج. دي الفكره يعني. يا ريت حضرتك تقول لي نقطة محددة أدرسها، مثلا أسماء كتب أو دروس. ما بص يا أستاذ بلال، أنا قلت لحضرتك أول حاجة تذاكرها التكتيك والاستراتيجي وأنت مغمض كده. أي واحد يا جماعة مبتدئ أو لسه في بداية تعلمه للشطرنج يذاكر الحاجتين دول، تكتيك واستراتيجي. فأنت ذاكر تكتيك واستراتيجي. أنا عامل كورس في القناة اسمه كورس التكتيك الكامل، بشرح فيه كل ادوات التكتيك، ومعاه بعد ما تخلص الكلام دوت بتذاكر كمان ايه حالات التعادل في الشطرنج. لازم تعرف ايه حالات التعادل في الشطرنج، مهمه جدا. برضو انا عامله يعني، انت بعد ما تخلص كورس التكتيك ذاكر كورس حالات التعادل، كيف تتعادل مع جراند ماستر، بعد كده ذاكر كورس الاستراتيجيه. خلص دولت وكلمني. استاذ الفنجري، تمرين البلاين زي ما دكتور نوفر قال، ماتش صغير تسمعه في خيالك ويطور تخيلك وحساباتك جدا جدا جدا. ماشي يا استاذ فنجاري. طبعا التخيل يا جماعه دي مهاره مهمه جدا، بس طبعا انا بحب ايه؟ انا بحب ادرس حاجه بدرسها من جذرها. فانا زي ما قلت لكم يا جماعه، درسنا التكتيك ودرسنا الاستراتيجيه ودرسنا الميدل جيم، وبندرس دلوقتي سلسله 300 موقف شطرنج لازم تعرفهم. لازم برضه عاوز اقول حاجه مهمه جدا. احنا ساعات بنشوف الجراند ماستر وهو بيحل المسائل اونلاين بتلاقيه بيجيب المساله بسرعه. هل هو اذكى مننا؟ يعني هو اذكى مننا ان هو يرد ويحل بالسرعه دي؟ لا طبعا يا جماعه، هو مش اذكى مننا ولا حاجه. هي القصه كلها ايه؟ ان هو عنده مخزون شطرنج جيد، عنده افكار، عنده كل الافكار، سواء الافكار التكتيكيه او الاستراتيجيه او اشكال المات المعروفه او اشكال النهايات المعروفه. فكل الاشكال دي هو متمرن عليها كويس، لذلك اول ما بيشوف اللقطه بيقوم جايب الحل. لذلك انا ممكن اسالك سؤال، انت في بعض التمارين اما تعرض قصادك انت بتحلها بسرعه، ما تسالش نفسك السؤال ده ليه؟
عشان انت الفكره دي انت عارفها، الفكره دي انت عارفها، عندك مخزون شطرنج منها، فلذلك اول ما تجيلك انت بتنفذها مباشره من غير تفكير. في مساله ممكن اديها لك تقعد تفكر فيها شويه، ليه؟ عشان الفكره اللي موجوده في المساله انت ما درستهاش ولا تعرفها، هتجيبها استراتيجي بقى وتفكير وحسابات والكلام ده. حلو الكلام؟ يعني انا بحاول اوصل اوضح الصوره في الكلام ده، عشان كده السلسله اللي احنا بنحضرها او شغالين فيها دي فيها 300 موقف، ال 300 موقف دولت غالبا بيتكرروا وما شبه منهم يعني وتفرعاتهم، يعني هي فكره وممكن يتفرع منها نفس الفكره بس باشكال مختلفه، بس انت خلاص انت عرفتهم بمجرد ان انت تشوف الفكره انت بتنفذها على طول. خدت بالك؟ فانت لازم تبقى عارف، لازم تبقى عارف كل النهايات المعروفه، لازم تبقى عارف كل افكار التكتيك، لازم تبقى عارف كل افكار الاستراتيجي، لازم تبقى عارف كل اشكال المات المعروفه. حلو الكلام. طيب احمد سليمان بلاحظ ده في التكتيك لاني بلعبه كتير، بس ما هو ده اللي انا بقول عليه، ده عشان انت جالك مخزون شطرنج جيد في المسائل التكتيكيه، انت ذاكرت التكتيك وعرفت افكاره، فلذلك اي فكره استراتيجيه اي فكره تكتيكيه هتلعبها هتشوفها هتنفذها على طول. فاحنا محتاجين، صدقوني محتاجين ان احنا يبقى عندنا مخزون شطرنج جيد، هي دي الفكره. فهنعرف الكلام ده منين؟ من المواقف زي السلسله اللي احنا بنشرحها دلوقتي، ان احنا نعرف الكلام دوت. الله يكرمك يا استاذ زياد، تحياتي ليك يا استاذ زياد والله. اتمنى ان ترجع توقيت المباراه في البطوله نظام سويسري لان الناس بتغش في المسابقه يا استاذ. ماشي خلاص، انا مش هعمل بعد كده 3 و3، هنخليها 3 بدون زياده بعد كده. طبعا ده يا جماعه انا طبعا اشكركم، يعني ده كان عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. المهم بس ما تنسوناش من اللايك والشير، ومن اراد دعمنا رابط الدعم هتلاقوه ان شاء الله يا جماعه في احد يعني هو طبعا مش موجود دلوقتي في الوصف، بس هتلاقوه في الفيديوهات السابقه يعني على الباي بال. ولا تنسونا من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.